صباح الخير لكل مشاهدينا، واهلا بيكم وحلقه جديده على الهواء مباشره من استاد معرفوش يكذبوا. بفكر حضراتكم برقم تليفوننا 1414 علشان خاطر تشاركونا في الحلقه النهارده. صباح الخير لمنى وامير. مساء الخير يا مفيده. مساء الخير يا مفيده. يبدا يا مع فاضل 10 ثواني على التتر اللي هو صباح بدايه اليوم. صباح الخير. مساء الخير. الله يلخبطينا يا مفيده. مساء الخير على مشاهدينا وحلقه جديده ان شاء الله تعجبكم باذن الله. وبعد العوده للمدارس عايزين نشوف عملنا ايه كلنا بقى مع بيوتنا واولادنا كده. ايه الاخبار؟ النهارده اول اسبوع يا جماعه، وانا بتفائل قوي باول اسبوع، بحبه يعني. يعني بحس بقى لنا يومين سايبين المشاهدين، نرجع مع بدايه الاسبوع. بدور على قلم لقيته اخضر. حلو. بتفائل جدا باللون الاخضر. عندي احساس الاسبوع لابس احمر النهارده وبتاع. والاهلي حديد طبعا. ف قوي بعد الترجي امبارح حقيقي كان رائع حقيقي. ده موضوع جميل جدا يعني. ايه موضوع المدارس بقى؟ ايه الموضوع؟ النهارده اول يوم لكل الطلبه يخشوا بيه المدرسه، وفي طبعا مجموعه من الطلبه اول مره يخشوا المدرسه، اللي هم بتوع مجموعه بتاعه اولى ابتدائي وكي جي 1 وكي جي 2. وماما بتصحى الصبح طبعا زي ما احنا كلنا عدينا بالتجربه دي، صحيتي اكيد لقيتي نفسك مش عارفه تعملي ايه، وما نمتيش نص الليل، وما بين بتوضبي اللبس بتاع ابنك وما بين بتوضبي له السندوتشات او بنتك. يعني انا عارفين ان الحاله دي. فاكرين انا عندي شعار حلو قوي. الحاله دي بتحصل الاسبوع ده، ممكن يبقى الستات ما بيعرفوش يناموا. مفيش نوم خالص. اولا المدارس يا جماعه، زمان احنا كنا في مدارس الحكومه اللي هو نروح المدرسه، وكانوا يعتبروا ان اللي بيخش مدرسه خاصه ده خايب. النهارده نحن في زمن المدارس الخاصه. يعني يا جماعه، كل واحد ابنه رايح المدرسه من كي جي 1 لثالثه ثانوي متعور، يا عمل الجمعيه وقبضها، يا مظبط نفسه، يا عمل كذا. الناس النهارده في مصر متعوره لانها دافعه مصاريف مدارس وهدوم، وهترجع متعوره رمضان وعيد. وابقى هي متعوره رمضان وعيد، ثم تعويره المدارس. وبكره النهارده الولاد كلها زمانها رجعت تجيب الكشاكيل بتاعتهم، معاها قوايم كشكول 10 كشاكيل حمر و200 سطر وسطر وسطر ومربعات وانجليزي وعربي. صح. وطبعا جلاد، طوابير في المكتبات عشان الجلاد. طوابير في المكتبات. مين ذكرياته؟ يعني انت فاكره اول يوم رحتي المدرسه؟ لا اكيد لا، يعني ده كان من زمان طويل قوي. لكن انا فاكره ذكرياتي في المدرسه في الفتره دي كانت حلوه. يعني انا كنت طالبه مفيده شقيه كانت جدا. فاكره اول يوم دخلت فيه المدرسه؟ ولد كده شقي. ولد شقي يعني. انا ممكن اقول لكم اول يوم شعرك قصير ولا بتعمليه ضفاير؟ لا لا، عمري ما كان شعر طويل. عمرك ما كان شعر؟ عمري عمري. منى، اول يوم دخلت المدرسه مش فاكره اول يوم طبعا، كان احنا عجزنا يا اميره خلاص. ما انا فاكره ليه؟ انت فاكره؟ انا فاكره ان انا كان شعري طويل وامي قعدت تعمل لي ضفيره وتشيك. استاذنك بقى، استاذنك بس. انت كان عندي 5 سنين يعني، كنت يعني الكلام ده من 47 سنه يا ستي. مش كنت في رحله سنه كام؟ اولى ابتدائي. ما كانش عندنا في زماننا كيجيهات. اميره انت فاكره وانت رايحه اولى ابتدائي؟ ايوه. كان في حاجه حضانه برضو قبل المدرسه؟ الله اكبر. ما كانش في. الله اكبر. والله كان عندي ضفيره طويله وامي قعدت تشد في الضفيره وتركب لي في يونكه بيضه، ودخلت المدرسه لقيت اطفال كتير جدا، ورحت ماسكه في جوبتها واقفه وراها وهي تشدني وتقول لي خليكي جريئه وانا عايزه اروح. فاكره مامتك قالت لك ايه؟ خليكي جريئه. الله يرحمها والله بجد. كان يوم طبعا. اما بنتي بقى لما دخلتها اول يوم المدرسه، انا مش فاكره انا اكلت ايه امبارح. كانت في حضانه قبلها بفتره طويله، فانا بقى داخله عندي روعه الامومه بقى ان هتعيط وبتاع، وانا اقول لها معلش وخليكي حلوه زي مامي قالت. فسمر راحت داخله المدرسه وعامله لي باي باي، فلقيتها فجاه واقفه. لا برضه الام اللي بتشتغل على فكره بيبقى الاولاد مش متسقين بيها قوي، يعني ما بتيجي تمشي ما بيحصلهمش مشكله نفسيه طبعًا. يعني بيبقى في بعد. اولادك اول يوم عيطوا؟ لا لا ما عنديش كده خالص. لا انا ولا مين يعني شويه بيبقى قلق خفيف بس. انا فاكره ان اول يوم وديتها مع اختي، وانا بقى كنت انا اللي كنت معيطه بقى وخايفه عليها وبتاع، لقيتها برضه عملت نفس الحركه اللي باي باي. مامي اتاخري شويه. اللي هو اول ساعه بس يلعبوا مع اصحابهم خلاص يكونوا اصدقاء وبتاع، انتهت خلاص ما فيش مامي ولا اي حاجه. المهم احنا استحبينا نقول كل سنه وانتم طيبين، وعايزين نقول لكل الامهات وكل الابهات احنا حاسين بيكم. صدقوني احنا عدينا بنفس التجربه دي. معلش النهارده عدوها ما بين التجريد وما بين شراء الحاجات، لعل وعسى يجي بخير ان شاء الله اولادنا نفرح بيهم كلنا ان شاء الله. اهم حاجه كمان ارتباطنا بالتعليم مازال مستمر، ومازال احنا موجودين وفاتحين معاكم
لهم موضوع تطوير المناهج. النهارده احنا عندنا تطوير جديد جدا، وزاره التعليم بتستخدم قسم جديد للطاقه النوويه بالثانويه الفنيه. اخيرا قدروا ان هم يسمعوا احنا عايزين نقول لهم ايه، حسوا اخيرا ان احنا محتاجين ان احنا نربط العالم بتاعنا والاحتياجات بتاعه نربط التعليم بسوق العمل. برافو عليك، يا سلام عليك، مش جدع، برافو عليك. برضه محاميه وزاره التعليم بقى يا جماعه في الاطار ده قالت ايه؟ قالت انا في هتدرس الوزاره استحداث 4 تخصصات جديده، منهم التعليم الفني الثانوي الزراعي والصناعي لتخريج فنيين محطات نوويه وتحليل مياه وطاقه متجدده ومياه رأي والطاقه المتجدده، ويعني طاقة أميرة كده. وفي كمان والوزارة والوزارة كمان قررت إلغاء تخصص فني تجميل من المدارس الصناعية بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد نظرا لعدم حاجة سوق العمل له. أعتقد إن إحنا ده تطوير مختلف، وتعالوا مع بعض ناخد تليفون. هيكون تليفون مع معانا أستاذ محمد فهمي مدير عام التعليم الصناعي بوزارة التعليم. معنا على التليفون، اتفضل. السلام عليكم. مساء الخير يا فندم. النور. عايز اسال حضرتك سؤال، دلوقتي انتوا بتستحدثوا اقسام جديده في التعليم الفني. ايوه. ده مبني على ايه؟ هل تم دراسه لسوق العمل؟ هل انتوا عندكم رغبه في التطوير وصولا لاستحداث مجالات جديده؟ يعني على اساس ايه بيتم التطوير ده؟ احنا كنا في السابق والكلام دوت من بدايه السبعينات كمان. ايوه. يتم تلبيه احتياجات السوق اللي كان متمثل ساعتها في احتياجات الوزارات والهيئات، زي مثلا الحديد والصلب. ايوه. كان في حضرتك مدرستين 3 سنين ومدرسه 5 سنين، وال5 سنين موجوده لغايه دلوقتي، فيها تخصصين خاصين بالشركه اللي هي وحدات نقل ورفع. ايوه. وهيدروليكا. بخلاف كده في نوعيات ثانيه، زي مثلا تخصصات فرعيه زي اجهزه تعويضيه، مطروقات ومعاملات حراريه. في مدرسة كاملة اللي هي الفنية للتعليم المستوى بعين حلوان. في حاليا 4 مدارس لمياه الشرب والصرف الصحي. كل مدرسة فيها 3 تخصصات. طبعا 3 متشابهين. بيسدوا احتياجات المحطات ديت من العمالة المطلوبة لمدة طويلة. يعني عملنا دراسة جدوى، لقينا ان احنا لسنوات طويلة الخريجين بتوع المدارس ديت هيبقوا محتاجين السوق هيبقى محتاجهم. طب هل حضرتك راضي يا فندم على مستوى الخريجين؟ يعني لما حضرتك بتخرج خريج سواء نجار او سباك او كهربائي او حتى في المجالات الجديده دي، هل حضرتك شايف ان التعليم الفني فعلا بيؤهله للسوق، ولا بيطلع بيبقى محتاج دراسات تانية تكميليه عشان يقدر يلتحق باي وظيفه؟ هو حضرتك في كذا شق للموضوع ده. ايوه. يعني في عندنا تخصصات اللي هي التخصصات التقليديه اللي احنا لازم نلتزم بيها علشان خاطر نؤدي الرساله بتاعتنا على مستوى الجمهوريه. ايوه. احنا عندنا حوالي 2 مليون طالب. التخصصات ديت موجوده ومنتشره على مستوى الجمهوريه في 27 محافظه. بخلاف كده في تخصصات نوعيه بتخدم جهات معينه، اللي هي زي ما قلت لحضرتك كده، مثلا مدارس الميه، الحديد والصلب، كانت السكه الحديد، كان فيها تخصصين برضو. تخصصات ملحقة على مدارس متابعة لمصانع زي كفر الدوار أو مصر حلوان وجلال فهمي في 5 سنين، عين حلوان، الحاجات دي كلها كان فيها تخصصات نوعية، والتخصصات النوعية ديت كانت بتخدم ألو؟ أي يا فندم، مع حضرتك سامعين حضرتك باهتمام يا فندم. كانت بتسد احتياجات الوزارات ديت وبتوفر لها الحاجة بتاعتها من العمالة. يعني حضرتك عايز تقول ان التعليم الفني اللي كان جوه الوزارات والمصانع والمؤسسات ده ايضا تعليم تابع للوزاره بيلبي احتياجات المؤسسات. هو تعليم تابع للوزاره وباشراف الوزاره ومناهج الوزاره وبالكامل. اوكي. الا ان مع التغيرات الجديده والتوسع والاتجاه للخصخصه او للاستثمار الفردي. ايوه. بقينا مطالبين بان احنا نسد احتياجات السوق التوازي مع التكنولوجيا المفترضه اللي هي بتزيد بمعدل رهيب جدا. فعلى سبيل المثال مثلا الاستراتيجيه اللي احنا ان شاء الله هنبدا نطبقها. ايوه. يعني في الفتره اللي جايه يعني مقترح فيها ان احنا نزود التعليم المزدوج بنسبه 20% في كل محافظه. اوكي. حضرتك عارفه التدريب المزدوج بيبقى التدريب العملي للطالب جوه موقع الانتاج، سواء كان مصنع او شركه او خلافه يعني. يعني بيبقى في جزء عملي وجزء نظري يعني. تمام.
اوكي. اما بالنسبه للتخصصات الجديده اللي هي مثلا الخاصه بالطاقه النوويه، تحليه المياه، مياه الشرب. ايوه مياه الشرب مفعله فعلا، انما الجديد بقى انها هيخش فيها حاجه تانية خالص اللي هي تحليه المياه، ودي طبعا لترتيب المستوى. نشكر حضرتك وبالتوفيق طبعا لكل المشاريع الجديده والتطوير في التعليم، ده حاجه مهمه جدا. بنشكر استاذ محمد فهمي مدير عام التعليم الصناعي في وزاره التعليم. احنا الحقيقه اللي هم بيعملوه ده مهم قوي، احنا محتاجين انه فعلا يبقى في ربط بين احتياجات السوق وبين التعليم الفني، ما نبقاش بندخل ملايين او مئات الالوف من الطلبه مدارس وخروجه غير مؤهلين. هم النهارده بينشئوا مدارس في الوحدات الانتاجيه والمصانع، سكه حديد مش يعني حتى محطه اللي هيعملوه في المحطه النوويه ده يعملوه في مدينه الضبعه اللي كان مقترح ان يبقى فيها محطه نوويه. فهم واضح ان في فكر جديد في التعليم الفني جوه وزاره التعليم، لانه كان كمان المسائل الفنيه دي والتعليم الفني كان هيندثر، يعني كل الناس بالزبط عايزه بيتجاهلوه يعني. بص هو حلو يعني حاجه جميله، لكن برضو ما زلنا موجودين معاكم، لسه عندنا تقرير مهم جدا. احنا كنا بنتكلم معاكم على المدارس وبدايه المدارس واستعدادنا كلنا للمدارس بتاعت النهارده، كمان الولاد الصغيرين استعدوا للمدارس بطريقتهم الخاصه. تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده ونرجع لكم تاني. مشوار الحلاق مشوار تقيل جدا على الكبار، فما بالك الاطفال بيعملوا ايه؟ الطفل بياخد راحته، الالعاب بتاعته بتبقى متواجده، بقدر اتعامل معاه، بسيطر عليه زي ما انا عاوز. حاجات كتير، فرق كتير. قصتي بتبقى مخصصه للاطفال بس. الطفل اللي هو الشقي او ده بيقعد يعيط وبيبقى عايز يقوم من على الكرسي وكده، فده احنا بنتعامل معاه كويس يعني. لازم طبعا بنلعب معاه، وممكن نجيب له بونبوني، ممكن نفضل والدته، الكلام ده كله، اي يعني في حاجات كتير قوي بتحصل من دي. بيبقى عند الام او الست مشكله ان هي تودي ابنها لحلاق رجالي، انت بتتصرفي ازاي في الحالات دي؟ مشكله صعبه جدا، بس عشان احمد اتعودنا عليه وزياد متعود عليه، فبالنسبه لي انا اسهل شويه، لكن لو اي حد بره احراج. ممكن مره يجي بيعيط، وممكن مره يجي مش خايف خالص وهو اللي حابب يجي، يعني ممكن مثلا مع والده او كده يقول له لا انا عاوز، انا اللي عاوز اروح احلق، ويفضل مثلا من بالليل للصبح والده يجي يقول لي ده ما نمنيش طول الليل عشان عاوز يجي يحلق. شفت الدريه؟ انا بحضر طبعا ان شاء الله المسابقه، انا والجروب اللي معايا، الفريق اللي معايا، ان احنا عاوزين نعمل مسابقه نوصل لقصه شعر في ثلاث دقائق بالظبط، وان احنا نقدر برضك بنجهز لحاجه نخش بيها جينيس ان شاء الله، ان احنا ناخد مدرسه كامله اللي يكون عندهم حفله للاطفال او كده، ان احنا ناخد المدرسه دي كامله هنقدر نوصل الاطفال دي في خلال ساعتين. رجعنا بعد الفاصل مع حضراتكم، وعندنا سؤال على الفيسبوك النهارده، هل زادت نسبه الحالات النفسيه وتعاطي المخدرات بالمصريين الان ولا لا؟ نعم او لا او ربما. ليه احنا حاطين السؤال ده على الفيسبوك يا مفيده؟ ايوه اتفضلي قولي لي. لان النهارده موضوعنا، الموضوع بتاعنا ما افتهمش، ركزي يا مفيده. الموضوع بتاعنا النهارده عن ايه اللي بيحصل للمصريين، موضوع مهم جدا. احنا كلنا مكتشفين او اكتشفنا ان في حاجه غلط فينا، نسبة استعمالنا أو استهلاكنا للأدوية النفسية وللمهدئات زادت، نسبة استعمال الشباب للمخدرات زادت بنسبة 10% من السنة اللي فاتت. كلمة احنا خضتنا كلنا، فقررنا النهاردة حلقتنا تبقى ايه اللي بيحصل للمصريين عموما، لان احنا اكيد مش الشعب ده، هم اكيد جابوا حد تاني غيرنا، فاحنا محتاجين ان احنا نقف ونتكلم مع بعض. كل اللي عايز يشاركنا في الموضوع ده من فضلكم، ده حاجة مهمة جدا نشترك فيها ونحاول نعرف رد للسؤال بتاعنا، ايه اللي بيحصل لينا، من خلال تليفوناتنا 14 14 اس ام اس 45 66. ضيوفنا
ضيفنا النهارده في الفقره الرئيسيه ماذا يحدث للمصريين الان، الدكتوره منى رضا استاذ الطب النفسي، والاستاذ عمرو عثمان مدير صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي. بالظبط كده. عندنا ايه تاني النهارده؟ عندنا فقره اميره بقى. بالظبط النهارده الفقره بتاعت اميره وهتكون معاها مفيده وبتتلقى تليفونات ان شاء الله. الفقره النهارده عندنا فقره الصحافه في اسبوع. تمام، ركزتوا مع التقرير و الصحافه في اسبوع مع اميره مع الكاتب الصحفي وليد طغان، وطبعا معانا اخر فقره اللي انتوا كلكم فقره المطبخ. هنطبخ النهارده ايه؟ لازانيا. ومعانا مين؟ معانا ريهام ابو نجا من القاهره، وهي صديقه لينا. نروح لفاصل ونرجع ايه اللي بيحصل للمصريين. أستاذنا الكبير جلال أمين ليه كتاب مهم جدا بيقول فيه إيه اللي بيحصل للمصريين. لما لقينا عنوان الكتاب ده مهم جدا لحلقتنا النهاردة استغلناه، فإحنا بنشكر طبعا أستاذ جلال أمين. إيه اللي بيحصل للمصريين؟ قبل الفاصل قلنا لكم إن إحنا عندنا زيادة رهيبة جدا في استعمال أدوية المهدئات، زيادة رهيبة جدا في تعاطي المخدرات، بقى في قبول شعبي من الشباب ومن الناس كتيره جدا ممكن ما كانوش متخيلين في يوم من الايام انهم يستعملوا المخدرات، لا بقى في قبول من ان احنا نستعمل المخدرات. ليه؟ هو ده الموضوع بتاع حلقتنا النهارده، ايه اللي بيحصل لينا؟ معانا النهارده دكاتره واساتذه منورينا، دكتوره منى رضا استاذ الطب النفسي، اهلا بحضرتك، استاذ عمر عثمان مدير صندوق مكافحه علاج الادمان والتعاطي، اهلا بيكم في استاذ معرفه شيخ. اهلا بيكم. اهلا وسهلا. منورينا. عايزين نعرف يعني رأي حضرتك، هبدأ بحضرتك عشان موضوع الإدمان. هل في الفترة الأخيرة بنقرأ أنه زاد حوالي 10% تقريبا نسبة بيتعاطوا المهدئات والمخدرات والحاجات دي؟ والله هو ما يعني ما فيش دراسة موثقة بتقول أن الإدمان زاد في الفترة اللي فاتت، ولكن في نفس الوقت الحقيقة إحنا بالتأكيد بعد أي ثورة في العالم بيحصل حالة سيولة في مختلف مناحي الحياة. وبالتأكيد الجانب الأمني هو جزء مهم جدا في خفض العرض على المخدرات، فالسيولة بتنسحب على هذا الجانب، ومن هنا بقى في يعني عرض كبير جدا للمواد المخدرة. ده اللي بيخلينا بيدينا احساس ان في زيادة للمواد المخدرة. لكن يمكن انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، احنا صندوق مكافحة الادمان عندنا على سبيل المثال آلية لتوفير علاج الادمان، وهو الخط الساخن لعلاج الادمان، ده رقمه 16023. أقوله مرة تانية 16023. ده بيقدم برامج العلاج وخدمات العلاج بالتعاون مع وزارة الصحة ومجموعة من المستشفيات المتخصصة مجانا وفي سرية تام. الحقيقة أن الخط احنا رصدنا زيادة ملحوظة من الحالات اللي بتطلب علاج، والحقيقة شباب احنا دايما كان عندنا مشكلة ان الاسر هي دايما بيكون في عندها ابن او بنت بيتعاطوا او بيدمنوا وفي رفض من الابن او البنت، لكن دلوقتي الوضع بقى وضع عكسي، احنا رصدنا بشكل كبير ان في شباب مقبلين على علاج الادمان بالظبط من تلقاء ذاتهم، ودي الحقيقه يعني محتاجه دراسه نفسيه متخصصه، لان الشباب كانوا دايما بيقولوا اذا كنا احنا كشباب غيرنا مخدرات الوطن للافضل ان شاء الله، وبالتالي احنا كمان لازم ان احنا نساهم في ان احنا نغير في نفسنا، وان الثوره اذا كانت حصلت فلازم برضو كمان يبقى في ثوره على الذات. ومن هنا الحقيقه احنا رصدنا بشكل كبير في زياده لطلبات الشباب على علاج الادمان، لكن برضو في نفس الوقت احنا ما ننكرش ان العرض اللي موجود دلوقتي بيدينا الاحساس القوي جدا ان في انتشار رهيب لمشكله المخدرات، وخصوصا كمان الحقيقه ان احنا دايما بنربط قضية المخدرات بالسلف استيم، تقدير الفرد لذاته، ودايما احنا بنقول ان الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال الوقاية من المخدرات بتركز على زيادة شعور الفرد بذاته وزيادة قيمته وزيادة مشاركته في مجتمعه، لان ده بيعتبر العصب الاساسي لمجال الوقاية من الادمان. ونتمنى ان شاء الله ان في الفترة اللي جاية، وأملنا ان عجلة التنمية تمشي وبقوة، ان ده يساهم ان الشباب يحسوا بذاتهم ويحسوا بقيمتهم، وبالتالي ده بيكون الـ 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 الخطوة الاولى لوقايتهم من المخدرات. دكتورة منى، في احصائيات او ارقام طلعت من وزارة الصحة بتقول ان حجم الادوية المهدئة والمنومة في الفترة الاخيرة ازداد الطلب عليه واستهلاكه. اولا حضرتك كطبيبه نفسيه وبتشوفي حالات، هل حضرتك حاسه بده واذا كان او شايفاه بشكل ملموس، واذا كان تفسير حضرتك ليه؟ خلينا نرجع لفكره انه امتى الاستهلاك بيقل او بيقل.
لما بيكون احنا ليه بنستعمل الادويه دي؟ لما بيكون الشخص في توقع لاحداث معينه مش مفهوم لها هدف او مش معروف لها، عنصر المفاجاه، عنصر عدم وضوح الرؤيه، القلق والتوتر اللي ساد كل البيوت المصريه في مرحله ما، اللجان الشعبيه اللي كانت كل البيوت بتبقى قلقانه ان ابني او جوزي او اخويا او والدي واقفين تحت بالليل، اللخبطه اللي دخلنا فيها فتره من الوقت الى ان تظهر الصوره، خلت ان كل ده الانسان المصري حاسس بايه؟ نوع من القلق، من التوجس، عدم فهم الموضوع، عدم دراية احنا هنوصل لايه. ده كله على المستوى الذهني اللي كنا بنشوفه، وده هيرفع من درجة القلق النفسي اللي موجود عند المواطن العادي. طبعا مع زيادة القلق وازدياد الفترة الزمنية هيبقى أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، لأن في علاقة مصاهرة ما بين القلق النفسي والاكتئاب. مش لازم يكون الاكتئاب المرضي الجسيم اللي الناس كلها بتقول لك ما حد يعني هينتحر، هيموت نفسه، هيموت حد. لا، كتير مننا عنده اكتئاب وما بيحسش بالظبط، اللي هو ماليش نفس الآن، مش عايزة أعمل شغلي، مش شايفة إن في مش متوجسة نوعا ما، أنا مش فاهمة إحنا رايحين فين، هنعمل إيه. كل العوامل الاجتماعية اللي إحنا بنمر بيها في المرحلة الحالية تساعد على إنه الشخص يبقى عنده توتر وقلق. يبتدي هنا بقى الاستهلاك للأدوية دي ينجلي. لكن أنا عايزة أقول حاجة مهمة جدا، لازم نفرق ما بين الأدوية المقننة لاستخدام لعلاج القلق والاكتئاب، واللي من ضمنها بعض الأدوية اللي موجودة في الجدول ولكن تستخدمها في مع المرضى بيبقى مقنن جدا، عن انه صاحبتي بتاخد وصاحبي قال لي فطب ما تاخد من ده، فيعدي على صيدليه يكون صاحبها ضميره تعبان شويه فيصرف له او معرفه، فيحصل تكرار لاخذ الدواء دون درايه بانه تكرار اخذ هذه النوعيه من الادويه اللي هي اوريدي مدرجه في جدول المخدرات سوء استخدامها. ولذلك احنا ما بنقولش عليه ادمان، احنا بنقول سوء استخدام للعقاقير، لانه هذا عقار طبي انا ممكن اوصفه. مش هيوصل للإدمان يا دكتور؟ لما احنا بنتكلم على ان الطبيب يوصفه يبقى معنى كده هو مدرك تماما امتى يوصفه، يوصفه قد ايه، لحد بس ما الحاله تستقر ونقدر نكمل على ادويه مضاده للقلق او الاكتئاب ما فيش فيها خطوره ادمان. لكن لما بيحصل ان روشته تتاخد من عندي وبعدين يروح لدكتور تاني فياخد روشته تانيه، وبعدين يبتدي يعني مع المعرفه الصيدليه تديله تكرر له روشته اربع خمس مرات ونستمر عليها، يبقى معنى كده ان انا برفع من درجه احتماليه حدوث ادمان. ده الادمان بتاع الادويه يعني. لكن وفي ادمان تاني وهو ادمان المخدرات نفسها بقى، اللي هو الحشيش والبانجو والكوكايين والهيروين. وبقت في دلوقتي في مجتمعنا حاجه يعني انا ممكن اكون حاساها، بقى في زي ما انا قلت تقبل ان احنا ان في مجموعه من الشباب يحششوا مع بعض او اهي مره وخلاص، عشان نفضل سهرانين عشان تدينا قوه نذاكر. هل ده صح او روشانه على راي حنان؟ اسمحي لي حضرتك، قلتي نقطه مهمه جدا ان في ثقافه للمخدرات جوه المجتمع المصري. ايوه احنا في عندنا عدد كبير جدا من الشائعات المتعلقه بثقافه المخدرات، انا شايف ان هذه الشائعات بيتم الترويج ليها بشكل مخطط وشكل تسويقي على اعلى مستوى، لان في العديد من المستفيدين من انتشار المواد المخدره. انا يمكن كنا عاملين بحث الحقيقه بالتعاون مع وزاره الصحه في الفتره الاخيره عن الشائعات وعلاقتها بمشكله المخدرات. اسمحوا لي ان انا بس لو قلت شويه ارقام الحقيقه ارقام موثقه في هذا المجال. احنا لقينا ان تقريبا 30% من شبابنا شايف ان المخدرات هتساعده على نسيان الهموم والمشاكل. 36% شايف ان في ارتباط ما بين المخدرات وخفه الظل. 34% شايف ان هي هتساعده على التغلب على الاكتئاب. 30% شايف ان هي هتزود له القدره البدنيه. 29% شايف ان هي هتزود له الجراءه. 26% شايف ان هي بتزود الابداع. 22% شايف ان الادمان ملوش علاج. 16% شايف ان في علاقه وثيقه وايجابيه ما بين المخدرات والقدره الجنسيه. كل دي احصاءات مصيبه، مفاهيم خاطئه يعني، مصايب يعني. 29.5% 29.5% من الشباب شايف ان مفيش اي مشكله ان هو يجرب وان التجربه دي مش هتؤدي الى ان هو اسمعني بقى اكمل لك، بما ان احنا بنتكلم في احصائيات ونسب عشان نكمل الحوار وعلى ايه، على ميه بيضاء. احنا كان عندنا سؤال على الفيسبوك بيقول هل زادت نسبه الحالات النفسيه وتعاطي المخدرات بين المصريين؟ المفاجاه ان يعني احنا دلوقتي بقى لنا تقريبا نص ساعه شغالين،
162 على الفيسبوك هيبقى قدامنا 162 فوت قال نعم، هم حاسين ان ده بيزيد، 3 بس هم اللي قالوا لا، و4 هم اللي قالوا ربما. يعني احنا موجودين معاكم من الناس، الناس نفسها حاسه ان في حاجه، لطيفه قوي حسب اللي احنا بنقوله. اتفضلي حضرتك زميلي، انه النهارده كمان بص على ان هم ممكن يقول لك ايه، اتس اوكي ان انا اشرب سيجارات حشيش، بس طب تعطي مثلا، طب بتشرب بيره، بتاخد ويسكي، بتاخد كونياك، لا 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 حرام. ايوه يا دكتور، ما هي دي حاجه المنتشره، انه الحشيش اوكي، الحشيش مش مشكله ومش ادمان، وكمان مش بس كمفهوم ثقافي، كمان للاسف ان هم بيفهموه كمفهوم ديني خاطئ. بينما تيجي تسالي، يعني احنا دايما اي مدمن بنقابله بنسال على ايه انواع التعاطي اللي بيتعاطاها، سواء كانت ادويه، سواء كانت مخدرات من اللي هي بتقول عليها كوكين والهيروين والكلام ده كله، الاقراص، الاكستاسي، اي وات ايفر، والافيون كده. بالاضافه لمثلا، طب والكحوليات اخبارها ايه؟ لا 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 دي حرام. وبعدين تحسي بقد ايه في عندهم تناقض في الفكر. طب هل انهم بيشوفوها في المسلسلات برضه؟ مسلسلات رمضان، التلفزيون بيقول كده، بتتداول في الاعلام كتير. انا برضه انا هاخد برضه الحقيقه، انت بتفتحي حاجات مهمه جدا، وتعالوا بقى نتكلم بالارقام. السنة اللي فاتت كام ساعة فيها تدخين ومخدرات في مسلسلات رمضان فقط؟ لا كتير، 54 ساعة. خوض رهيب جدا في أنماط التعاطي وأشكال التعاطي، وإزاي بيقطعوا حصص، بيدوا الناس دروس يعني، حصص، وإزاي ارتباط التدخين باللذة، وإزاي ارتباطه بالتركيز بالظبط 2054 مشهد في شهر كده رمضان. كده بتزيد يا فندم ولا بتقل؟ المفروض انها كانت بتقل. منظمه الصحه العالميه كانت عامله جوائز المسلسلات اللي هي قللت التدخين فيها. لا الحقيقه، الحقيقه الموضوع كان السنه اللي فاتت كارثي، وانا بنعمل دلوقتي بزيد دراسه اخرى على السنه دي، اعتقد ان هي برضه هتبقى كارثيه بشكل اكبر. كارثيه اكتر بالظبط. فالاعلام الحقيقه لا، لازم يبقى في حسم، ومش هينفع دلوقتي انصف الحلول في هذه القضيه. الحاجه الثانيه برضه الحقيقه، احنا معانا اسر كتيره جدا بتشاهدنا، 54% من المدمنين عايشين مع الوالدين، عايشين مع الاسر، مع باباهم ومامتهم، شايفينهم وبس مش حاسين بيهم، مش وعي عند الاسره، مفيش اي مهارات تربيه والديه عند الاسره، مفيش اي اسس للوقايه الاوليه، مفيش اي اسس للاكتشاف المبكر، بدليل ان الحالات بيتم اكتشافها في مراحل متاخره جدا. وده الحقيقه يعني بيشكل بالنسبه لنا برضو علامات استفهام، وان احنا لازم نعرف ان برامج الوقايه يجب ان تبدا من الاسره، ثم المدرسه، ثم الاعلام، لان هم دول الثلاث اطراف. وهما اذا سمحت لي حضرتك، بما ان في اسر بتتابعنا، وحضرتك بتقول في 54% من المدمنين عايشين في وسط الاسره، اعتقد دكتوره منى انا عايز اسال سؤال لحضراتكم الاثنين. احنا العلم العام البسيط بين الناس انه اللي بيشرب حشيش او سيجاره بانجو ده ويبانش عليه حاجه، المدمن الهروين او الكوكايين اللي هو بيبقى عليه علامات الادمان اللي بتطلع في التلفزيون، لكن اللي بيشرب سيجاره حشيش مع اصحابه ويروح، ده الام لما تبص في وشه ما تعرفش حاجه، ولما تشمه ما تعرفش. في علامات نقدر ننصح بيها الاهالي تراقب اولادها، تشوف ايه الحكايه بالظبط؟ هو ده احد المعتقدات اللي اشكرك انك قلتيها، لانه لا، اللي بيشرب سيجاره حشيش وهو راجع بالليل بيبان عليك، سواء من الريحه، سواء من المزاج، سواء من نظره عينيه، احمرار في العينين، حتى لما يدخل عليها، لو هو بيدخل عادي على اوضته، احنا بنتكلم على فئه انهين فيها المستهدفه للادمان. للاسف الشديد احنا زمان كنا بنفتكر انها الفئه اللي هي تعتبر عشرينات ثلاثينات، لا الفئه المستهدفه دلوقتي سنهم صغر، 12 و13 سنه، 11 سنه مصيبه. فاذا كانت هي بتقدر تعرف اذا كان بيشرب سجاير ولا لا من ريحته، او من تصرفاته، او الحمام، او واقف طول النهار في البلكونه، نفس هذه التصرفات هتلاقيها موجوده مع الحشيش. بيضاف عليها كمان انه في تغير في سلوك هذا الشخص. ازاي بقى حضرتك؟ سواء كان هو لو كان مقفل شويتين، فهتلاقيه ان هو ابتدى يخش بيضحك، دمه خفيف، عايز يتكلم، سهران، قاعد فترات طويله بعيد عن الاسره، مش عايز يندمج معاهم. انا دايما بقول للامهات سؤال بسيط جدا، تعرفي اصحاب ابنك؟ لا ما اعرفهمش. الله، طب ازاي؟ المفروض انك انت تعرفهم اسامي، ولو اسامي مفيده. الاسامي بس غير اساميه، لازم تعرف لما هيغير الاسامي، بمعنى كده ان هو بعد عن الفئه او الزمله الصحيحه السليمه اللي كان بيعرفها، وابتدى يعرف ناس جديده. الناس الجديده دي ايه؟ مين دول؟ تسمع منهم تعرف. طب الجيل ده ما بيتقبلش مننا الاسئله دي كتير، يعني انا مثلا لو سالت، يعني انا ما عنديش ولد، بس لو بنتي، انا مجرد ان اسالها سؤالين بتيجي الرد الثالث، ماما خلاص بقى يعني انت. لا ما خلاص، ما احنا مش خلاص، خلاص لا مش عايز غصب عنها، ما خلاص لا ما فيش قبول، اول ما خلصتي لا ما خلصتيش. بلاش المواجهات دي، دايما اقول ايه، ما نحطش نفسنا ان احنا بنستجوب،
العادي جدا ان انت ممكن ترجعي النهارده بتنشئي حوار معاها، مش النهارده كان عندنا في الحلقه فلان وبتاع ده طلع مش عارف ايه، فانت بتحكي وبناء عليه بتشجعيها ان احنا ممكن نتكلم عشان نحكي النهارده شفت مين، عملت مين، زعلانه من صاحبتك دي ليه، راح عيد ميلاد، لكن ما يحسش انه استجواب. الحوار ده الحوار نفسه. اذا سمحتي لي يا دكتوره، يعني تجربه الولاد اللي في سن المراهقه دي مهمه قوي انك تشوفي اصحاب عيالك، لان كل فتره تعزميهم على الغدا، هنروح النادي أيوة سوا، صح هنقضي صح يوم في مش عارف فين، باباهاتهم مين، ماماهاتهم مين، بيشتغلوا ايه، ايه الوسط اللي بيحيط بابني او ببنتي، مهمة جدا. ما بقاش معتبره انه انا ماليش دعوه في النهايه عشان ما بتغيرش حياتي. والمهم كمان ان ما يبقاش فيه ثقافه الانكار، لان معظم الاسر شايفه ان مشكله المخدرات لا يمكن تمس ابنهم او لا يمكن تمس بنتهم. أيوة. بنتي انا احسن تربيه، ابني انا ما اقدرش الا بنتي. بالظبط، فيلم عظيم. ايوه، وده اللي احنا بنشوفه، انه يقول لك انا كاني بحلم، انا لا يمكن ان انا اتخيل ان انا ابني او بنتي يقع في المشكله دي، وهي دي الكارثه. احنا النهارده لما بننزل، احنا يعني الحقيقه سي بي سي كانت متبنيه حمله قويه على الاسبوع اللي فات، لا ومن اول مجدي جلاد. ايوه، انا بتكلم على القضيه رائعه عن المخدرات من الاسبوع ده والاسبوع اللي فات. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا لما بننزل مدرسه بنبعت مثلا مدرسه قوتها 6000 طالب، بنبعت ل 6000 اسره جوابات، بيجي لنا حوالي 6 او لا امور من 6000 اسره. ده معناه جوابات ايه، استدعاء ولا لا؟ يعني بنقول ان احنا في عندنا مجلس اباء بيتكلم على قضيه المخدرات، عايزين نتحاور في قضيه المخدرات، فبالتالي في ثقافه انكار، في هاله انكار ان هذه المشكله لن تصيب الابن او لن تصيب البنت. وانا عايز اقول البنت، لان في تزايد في نسبه انخراط الفتيات في مشكله المخدرات. انا قريت ده واستغربت جدا، يعني انا صدمت لما اكتشفت ان فعلا زي ما حضرتك بتقول ان نسبه المتعاطين بقت بنات متعاطيات. ليه صدمت؟ لان انا يعني انا على اخر يعني مش هقول اخر زمني، يعني الفكر اللي عندك ان البنات بيمارسوه البنات ما بيمارسوهوش. مش بس كده يا دكتور، مش بس كده، ان البنت اخرها بتبقى الساعه 10 9 ونص في البيت، فانا هي قدام مامتها، نزولها وطلوعها ما بيبقاش بالسهوله زي الولد. انا بس لما تاني بقى يا مفيده، لان في امهات كتير زيك. البنات مش لازم يتعاطوا بالليل في الساعه 12 واحده بالليل، دي ممكن تتعاطى وهي خارجه من المدرسه. تنبيه للديلر يبقى صغير قدام المدرسه، يمكن من الابحاث اللي عملتها لقيته كده. ممكن تكون زميلتها برده نفس الحكايه، تعبانه عندك صداع يا حبيبتي، طب خدي القرص ده. احنا كنا بنشوفها في المسلسلات على سن الكبير، هو ده اللي انا بنبه ليه النهارده. والولاد في الدليفري كمان، السن الصغير يا جماعه بيبتدي ان ولاد وبنات لازم يكون ليهم متابعه وحمايه ووقايه على حد السواء. ما ركزش على الولد واسيب البنت، لان انا في كلا الحالتين عايزه احمي المجتمع. مجتمع صح، ومجتمع راجل. طب احنا معانا تليفون، معلش دكتور جميل معانا. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، واسفين احنا سيبناك فتره طويله على الخط. اهلا بحضرتك. اتفضل. ازيك ازيك انتوا الثلاثه منورين زي ال الله يخليك لحضرتك كده ما شاء الله. ربنا يخليك يا فندم. اتفضل يا دكتور. على فكره الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه ده موضوع خطير بالنسبه لمصر. طبعا الموضوع ده تقسيمه اربع لاربع اجزاء. الشباب غير الكبار، والحضر غير الريف. دول بيفكروا بطريقه ودول بيفكروا بطريقه تانية، وتعاطي المخدرات في الشباب دلوقتي بقى نسبته اعلى نتيجه الحاله الاقتصاديه. ايوه، في بعض الشباب اللي هو غلبان وما عندوش حلول لمشاكله، فبيفتكر ان هو المخدرات هتحل له مشكلته. يشتري دماغه. نعم، يشتري دماغه. الفقير او اللي مش لاقي حاجه يعملها بيشتري دماغه ويتصرف. هو مش عارف ان بيحل، يا مفيده، هو مش عارف انه بيحل مصيبته بكارثه. واخده بالك؟ طبعا. فبيحل المصيبه بكارثه. قال له ساب محطه الداهيه وراح محطه المصيبه الكبيره. ايوه صح. واخده بالك؟ صح. وبعدين تعالي بقى دلوقتي كمان دخول البنات للمخدرات. لان البنات عندهم مشاكل نفسيه. الحاجه الاخيره الثالثه ان الاهل ما بقوش زي اهل زمان. الاهل ما بيربوش دلوقتي كويس، لانه بيبقى مشغول بالحاله الاقتصاديه، بيبقى الاب مسافر، ساعات الاب والام مسافرين والبنت قاعده مع عمتها او خالتها،
ولما الناس بتفتكر انه لما تزيد الفلوس في ايد الولد ده هو بيؤدي واجبه. التربية مش فلوس ارميها. صحيح. في ايد ابني. صح. التربية ان انا اقعد اتكلم معاه. وزي ما قالت الدكتورة اللي معاكم. دكتورة منورة منى. ان انت مش تقدمي الـ 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 النصح بالعافية. هي الفن ان انت تصدقي ابنك او بنتك بحيث ان يبقى الكلام معاهم يعني واحد تو واحد وان تو وان. طب دكتور جميل حضرتك قلت كلمة انا يعني اسمح لي ان انا عايز اقولك فيها. قلت لي احنا عندنا مشكلة حالة اقتصادية بالنسبة للولاد اللي مش لاقيين فلوس والبنات عندهم مشاكل نفسية كتيرة. وغياب الاب. بنات عندهم مشاكل نفسية ايه؟ يعني لما يبقى في سن 14 او 15 اني نفسية يعني ايه هي المشاكل النفسية اللي بتواجه البنات؟ وفي عند سن 16 سنة او عند سن 16 سنة و15 سنة ممكن البنت تحب عنده مشاكل نفسية في الحب. احنا كأهل او انا كعجوز واحد زي او واحد شبه مني يقوم يقول ايه لا 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 حب ايه اللي عند 14 و15 سيبكم من الكلام ده مفيش ده دلع بنات. لا مش دلع بنات المشاعر والحب مش دلع بنات وممكن جدا اللي بتحبه ده يكون بيضحك عليها ويكون هو ولد عنده 19 سنة بس بيضحك عليها لكن هي بالنسبة لها فاكرة ان هو حقيقي. فان ما انا مع الاهل لو ما عملوهاش على ان دي مشكلة حقيقية بالنسبة لها هي كبيرة يبقى مش هيعرفوا يحلوا معاها المشكلة. اذا الاهل بيستفهموا المشكلة والاهل بيستثنوا حاجات كتير جدا. انا شفت بنات بحكم ان انا كنت مدرب باسكتبول بنات في مدارس كتير والجامعات شفت بنات مشكلتها بتبدا من 14 سنه ومرحله المراهقه بتاعتها بتبدا من 15 ما بتبداش من 16 زي ما دكاتره علم النفس. هو اكيد يا دكتور جميل حضرتك قلت حاجتين او ثلاث حاجات مهمين جدا. حاله اقتصاديه ناخد بالنا من البنات كويس عشان عندهم حاله نفسيه او حالات نفسيه بتاعت البنات والاهل. نشكر حضرتك يا دكتور جميل. معلش ناخد تليفون الاخير. طارق مفيدة ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا طارق. زي ما انا استاذه اميره الحمد لله الحمد لله. بصي هو في مشكله ثانيه كمان عندنا مهمه جدا من ناحيه الاعلام ان في بعض المسلسلات او مسلسلين بالاخص مشهورين جدا ان بيطلعوا ان بيقول لك مثلا يعني زي ان مثلا لو الحشيش غالي بيبين لك البديل الارخص. طبعا دي حاجه. الحاجه الثانيه بيطلع مثلا بتبقي مثلا بتحبي فنان معين بيطلعوا لك في الصوره ان هو لا عادي وكويس وبيشرب وبتاع فده بيبقى مثل لناس كتيره جدا اللي هو القدوه يعني. الناس بتعمل زي نعم الفنان القدوه بالنسبه للناس يعني. بالظبط بالظبط. فدي برضو في مشكله الاعلام. اوكي بنشكرك يا طارق. انا عايز اسال دكتور يعني احنا سمعنا في رمضان حضرتك كنت عامل خطه عمل مع جمعيه رساله ومع بنك الطعام مزبوط. ودور العباده الكنائس والمساجد الخطه اللي جايه بقى حضرتك كامل في ايه بعد رمضان ان شاء الله؟ والله احنا الحقيقه عندنا الفتره اللي جايه بنركز بشكل كبير جدا على الشباب. احنا عندنا رابطه شبابيه قويه جدا في مجال الوقايه من المخدرات بندربهم على مجال الوقايه بطريقه غير مباشره بطريقه بتركز على ترسيخ الشخصيه الايجابيه عند الشباب لان احنا اتفقنا ان الوقايه مش بس مجرد سرد معلومات او لا نتكلم على اضرار المخدرات بل بالعكس احنا لازم ان احنا نوصل للجانب السلوكي عند الشباب. الحقيقه الرابطه دي بنامل في الفتره اللي جايه ان يتم التوسع فيها بشكل كبير. هي دلوقتي قوامها 23000 شاب متطوع معانا على مستوى 16 محافظة. نتمنى ان احنا نعمل لها تعميم على مستوى كل انحاء الجمهورية. انا عايز اقول ان حضراتكم كنتم مركزين على موضوع المناهج. احنا كان عندنا خطوة مهمة جدا بالتأكيد هتشكل يعني اساس للوقاية من المخدرات اللي احنا ادرجنا مكون تعليمي عند الوقاية من المخدرات بمناهج مرحلة التعليم الاساسي الابتدائي والاعدادي. بالاضافه برضو لكده ان احنا عندنا في الفتره اللي جايه ان شاء الله هيبقى في تدشين او اعاده تفعيل لحمله اعلاميه اسمها حمله اختار حياتك. كنا ابتدينا فيها نتمنى ان هذه الحمله تجيب تاثير ولكن لا يمكن ان بضع دقائق تقدر تواجه هذا الزخم من المسلسلات بهذا الشكل اللي احنا بنشوفه خصوصا اللي بيطلع في المسلسل هو بيكون دايما قدوه. بالاضافه ان احنا عندنا جزء مهم جدا التوسع في
المراكز العلاجيه وتدعيم المراكز العلاجيه، لان احنا بنوفر خدمات العلاج زي ما انا قلت مجانا وفي سريه تامه. لكن انا عايز اقول ان هذه القضيه مش قضيه مؤسسه بعينها، لا يمكن ان في مؤسسه تعمل شغل لوحدها في هذا المجال. في 11 جهه معنيه بقضيه المخدرات، وانا عايز اقول حاجه بس صغيره جدا، ان احنا اخر خطه كنا عاملينها في قضيه الوقايه من المخدرات، لما جينا بنقيم هذه الخطه لقينا مدى الاستجابه للتنفيذ لا يتجاوز 50%. ومن هنا لازم كل الجهات تتكاتف في هذا المجال، لازم حتى كمان الخطاب الديني يتطور في هذا المجال بشكل كبير بالاضافه للخطاب الاعلامي. واعتقد انتوا برضه محتاجين انكم تغيروا التوجهات بتاعتكم. يعني انتوا محتاج، لا طالما يعني اسمح لي طبعا مش قصدي حاجه، لكن طالما انتوا عملتوا التجربه دي ولقيتوا انكم بتاخدوا او الصدى بتاعها اقل من اللي انتوا متوقعينه، انا شايفه انكم ممكن تغيروا الدراسات اللي انتوا بتعملوها ل 50% من الطلبات اللي جات لكم، او تفاعل بتاع ان الناس تاخد بالها من المكافحه. تفاعل الجهات، حضرتك قضيه المخدرات في 11 جهه معنيه بقضيه المخدرات، ولا يمكن ان احنا نقدر نواجه هذه المشكله الا ان يبقى في ادوار متكامله. لو في دور وقع هتبقى في يعني طيب. عدم يعني عدم عايزه المجتمع قبل ما ترجعي ممكن اخد التليفون ده وبعدين طيب. نرجع تاني عايز اتكلم مع الدكتوره بقى. يا ريت معانا ملك. هاي عليكم الصلاه والبركات. انا ايه ازيك يا ملك؟ الحمد لله ازيكم صديقتي الجميله. ازيك؟ لا دي ملك تانية. الحمد لله كويسه. انا عايزه اتكلم بس باسم الناس اللي هم البنات والولاد اللي هم في سني. انا عندي 18 سنه دلوقتي. حوار ان هو انتوا بتقولوا ان البنات بقت اكتر من الولاد او قدهم، انا هقول لكم ان انا اعرف بنات واعرف ولاد وان ده مش حقيقه. انا مثلا من الولاد اللي انا اعرفها ممكن اقول لكم اوكي 25% منهم بيتعاطوا مخدرات، بس من كل البنات اللي انا اعرفها لو ممكن اعرف حوالي مثلا 1% او اقل، يكون ثلاث بنات بالكتير قوي انا اعرفهم بيتعاطوا مخدرات، ودول بنات حتى مش صحابي، دول بنات انا بسمع منهم، ودول بنات بيبقى عندهم سمعه وبنات فلته، وده مش الاغلبيه مش زي ولاد او حاجه كده. انا معاك يا ملك، بس مش شرط حبيبتي يكون في المجتمع اللي انت عايشه فيه نسبه البنات ممكن تبقى اقل، لكن في مجتمعات تانية في مجموعه من البنات الدرجات الاجتماعيه اقل شويه. هو اللي بتقوله ملك او اعلى بتقوله ملك قوي، بس اللي هو الحوار ان هو يعني انتوا بتعملوا جنرال. يعني هو كمان عايز اقول لكم حاجه، انكم بتقولوا ان هو الولاد والبنات، الولاد مش بيحبوا البنات اللي بتتعاطى مخدرات او بيحسوهم مش بيحترموهم، فالبنات اكتر ما انتم متوقعين بيخافوا على سمعتهم وبيخافوا. دي حاجه دي احنا يعني هي ده الحاجه وده الحاجه الوحيده اللي تخلينا مطمنين يا ملوكه، لكن حقيقه الامر هي ان في احصائيه بتقول ان نسبه البنات زادوا. ربما يعني في اوساط اجتماعيه مختلفه في اماكن تانية غير ربما اللي احنا في اوساط اجتماعيه عليها. مختلفه، وربما ساعتها البنات لا بيهمهم سمعتهم ولا بيهمهم اي حاجه. صح. بس احنا النسبه كسرت ما بقتش اكتر من الولاد او قد. لا مش اكتر. لا يا حبيبتي مش اكتر. يبقى هي بس بتدافع عن البنات. ايوه برافو عليك. عايز يعني ملك يعني ملك الستات فرحانين بالجيل اللي طالع زيك اللي بيدافع عن البنات، لكن لازم ناخد بالنا من حاجه يا ملك. اذا احنا بنرصد ظاهره معينه، مش مفروض ان انا استنى لحد ما يبقوا 50-50، او مش مفروض ان انا استنى لحد ما يتعدوا. لازم الفت النظر. انا مجرد من انه الارقام بتقول لي ان السنه اللي فاتت كانت نسبه استهلاك للبنات، فلنفترض انا ما عنديش ارقام واقعيه، فلنفترض انها كانت 10%، والسنه دي لقيتها 11%، 1% زياده مش مشكله. لازم انزعج. لكن من هنا لازم ناخد دور وقايه وناخد بالنا ليه ال 1% دي زادت من السنه اللي فاتت للسنه دي حمايه للبنات. طبعا ما بنقدرش نعمم زي ما حضرتك قلتي بالظبط، انه ما اقدرش اقول انه مجموعه اعرفها او كده، ده شيء جيد وجميل، ولكن لازم اخد بالي برضو ان في طبقات مختلفه في المجتمع، في شرائح مختلفه طبعا. من الثقافه ممكن تكون انواع التعاطي بتختلف، يعني زي ما قلنا في الاول في حاجات بنستبيحها ونقول اتس اوكي، ده كلتشر، ده يعني نوع من انواع الشياكه، الترويش، الموضه السنه دي ناخد ايه عن انه اتكلم على مشاكل اكبر من كده بكتير. طيب احنا هنروح لفاصل وهنرجع نتكلم بقى ايه شويه. انا عايزه عايزه ارجع للدكتوره بعد الفاصل. بعد الفاصل ماذا يحدث للمصريين؟ مش بس مخدرات، نوسع المناقشه ومش بس كده، احنا عايزين كمان نهتم جدا بكل ام بتتفرج علينا. هي اكيد السؤال دلوقتي اللي في دماغها قولوا لي اعمل ايه، وده حاجه مهمه جدا. نعمل ايه احنا كامهات؟ نروح الفاصل ونرجع نكمل حوارنا. هو جاله برد تاني؟ اه، مع اني بنوع في اكله. هو بيشرب حليب ايه؟
جهاز المناعة بيهمم على نمو الطفل وخصوصا في السنة الأولى، عشان كده لازم تكمل العناصر الغذائية لطفلك مع ميلوبا 3، حليب الأطفال في طور النمو المتخصص والحائز على براءة اختراع، الحليب الوحيد اللي بيحتوي على الإميونوفورتس اللي بيدعم جهاز مناعة طفلك لحد عمر 3 سنين. ميلوبا 3 بيحمي طفلك كل يوم بيوم. تكشف المشاعر. العين مرآة الروح، والروح تعشق مرة واحدة. العشق الممنوع يوميا الساعة 7 مساء على قناة سي بي سي. لو بعت مشوش عليك ارمي الشيبسي ماكس، شيبسي ماكس سد جوعك. فوكسيكويتو طعم وارمشة. الأحد في هنا العاصمة، العالم المصري فاروق الباز يجيب على أسئلة لميس الحديد هنا العاصمة من السبت للثلاثاء الساعة 10 مساء على قناة سي بي سي. رجعنا تاني نكمل موضوعنا الرئيسي، ماذا يحدث للمصريين. معانا الدكتورة منى الرضا والأستاذ عمرو عثمان. عايزة أسأل أوسع من المخدرات، ماذا يحدث للمصريين الآن؟ صحيح أن المصريين ما عادش عندهم إحساس بالطمأنينة والأمان، وإذا كان ده بينعكس على سلوكهم إزاي؟ حضراتكم انتوا الاثنين. شوفي، لو احنا بنتكلم على الشعور بالطمانينه بوجه عام، ففي بعض المعايير اللي لازم تديني احساس بالطمانينه. لازم ابقى مطمنه ان انا في امن في المنطقه حواليا، لازم ابقى مطمنه على تعليمي وعلى تعليم اولادي وشايفه الخط واضح قدامي، فابتدي اتفرغ ان انا انتج في المكان اللي انا عايزاه. لازم اطمن على انه دخلي الاقتصادي هيكفيني لاخر الشهر، مش هبتدي من يوم 15 اغسطس فاضل قد ايه زمزق معايا. فالشعور بالامن ده مختلف. يعني عشان خاطر مجتمع يبقى منتج، كان في ماسلو احد الناس اللي اتكلموا عن ازاي يعني النظريه، قال لك اول حاجه لازم تديني شعور بان انا هاكل واشرب وانام في مكان امين، أكل انا هتعلم تعليم كويس. ده موجود ولا ناقص ولا زايد؟ ما نقدرش نقول ان هو موجود بصفه، يعني عارفه لما تيجي تحسبي حاجات اجتماعيه اقتصاديه قانونيه وتنفيذ قانون والكلام ده كله، هتلاقي انه عندنا بدرجات متفاوته، وبناء عليه انا عندي معاناه في الاسر المصريه كل يوم. ايه اللي بيحصل بقى؟ انه مع المعاناه اللي بيتعرض لها الانسان لفترات طويله من الزمن، يبتدي يحصل حاجه من الاثنين. يا نوع من التعود ادابتيشن، انا تعودت ان انا بنزل الصبحيه بدل ما بروح شغلي في 10 دقائق بعمل حسابي ان انا هروح في نص ساعه، بس ده على حساب وقتي اللي هو كنت حامل فيه حاجه تانية. بدل ما هروح انجز، انا ممكن اروح اقعد احل في مشاكل لا علاقه لها بصميم عملي. يا اما ابتدي اتعود، وكان في نظريه بتقول لك ان الواحد لما بعد شويه تبتدي تعوديني على وضع انا مش قبلانه بيه في الاول، هبتدي ابقى اعافر او اجائر او ابقى فيه شويه مقاومه، اقاوح اتمرد. وكل ما تضيقي عليا المكان اللي انا بقاوح فيه، كل ما هستسلم لك في النهايه. وده كان برضو احد العلماء النفس اللي كانوا بيعملوا تجربه بسيطه قوي ولمها خفيف. جابوا فار وحطوا له الاكل بتاعه، بس قعدوه على ارضيه زي قطعه الشطرنج. فالفار شاف اكله اكل ولعب واتبقطت وزقطت وراح على الجنب. وبعدين النظريه كان فكرتها ايه؟ ان انا لو شلت حرياتك في النهايه هيحصل ايه؟ فابتدوا يكهربوا المربعات السوداء المختلفه السوداء. اوكي، فاللي حصل ان هو في اول مره طلع يجيب الاكل لقى نفسه اتكهرب على السوداء، فابتدى يطوع نفسه ان نطاته تبقى على المربعات البيضاء وياكل، ويعني ها مبسوط شويه، لكن الحمد لله اكلنا. كهربتي له الارضيه كلها. اللي حصل انهم بعد يومين لقوا ان الفار ده قاعد على الجنب خامل ولا يستطيع ان يعمل شيء. وكانت دي نظريه learned helplessness theory، ازاي اعلمك ان انت تكوني مفيش اي مساعده ممكن تقدم لك، وبناء عليه في النهايه هتبقي ايه؟
ما بتعمليش حاجه وقبل من قدام. هل هذه النظريه هتؤدي، سوري معلش يا مدام، هل هتؤدي بينا الى ان احنا هنبقى عندنا استعداد نموتيفيت؟ لا، في هذه الحاله لازم بقى اتعالج ولازم اروح لدكاتره نفسيين، لانه في بوجه عام مش هبقى متحمسه انزل اروح شغل، ولا ان انا عدم انتماء لاي حاجه خالص. بالظبط، مفيش بلدي ولا نظافه يعني بلدي ولا شغل. ربط لك دي بنظريه الانتحار. ليه الشخص بيفكر انه ينتحر؟ هذا ليس قله في دينه ولا ضعف في ايمانه، ولكن لانه ببساطه شديده بيصل الى مرحله انه انا غير قادر ولن يستطيع احد ان يساعدني. كمان استاذ عمرو، حكايه احساس الامان والطمانينه ليه علاقه بالمخدرات او بادمانها، انعدام الاحساس؟ او لا يمكن ان احنا ناخد قضيه المخدرات بمعزل عن القضايا الاخرى. هي قضيه المخدرات جزء مهم جدا من يعني كل نواحي الحياه في المجتمع، وهو ده اللي احنا بنقوله، ان احنا اذا كنا فعلا عايزين ان احنا نحارب المخدرات لازم ان احنا نحارب الاحباط، لازم ان احنا نقوي الانتماء، لازم ان احنا نحسس الفرد بقيمته ومكانته جوه المجتمع. لان زي ما احنا شفنا وزي ما انا قلت في اول البرنامج، ان لما الشباب عملوا يعني تغيير في مجتمع ضخم زي المجتمع المصري، ابتدى فعلا في مجموعه كبيره جدا كانت مرضى ادمان، ابتدوا ان هم كمان عايزين يخرجوا من براثن المخدرات بشكل فاعل وشكل مؤثر. وكمان قال لك احنا لازم نشارك في رسم حاضر ومستقبل البلد زي ما بقيه الشباب بيقوم بيها. وبالتالي قضيه المخدرات ما ينفعش ان احنا نتكلم على توعيه فقط او جانب معرفي فقط، زي ما الاستاذه مفيده بتقول ما هو شباب كتير عارف اضرار المخدرات، ولكن ليه بيصمم؟ ايوه ليه؟ حتى انتوا عنوانكم فيها ايه؟ فيها ايه؟ العنوان بتاعكم في اختار حياتك، يعني انت عندك اراده. بالظبط، بتحاول تغير اراده الشاب اللي عايز يتغير. وهنا ده بقى الجانب السلوكي اللي احنا بنتكلم عليه من الشباب، لان حتى كمان يعني بره لما نشوف الاتجاهات الخاصه بالوقايه من المخدرات يقول لك ان التطوع ده جانب مهم جدا، ان احنا نقوي مهارات الرفض عند الشباب، ان الشباب تشارك في انشطه مجتمعيه، وده للاسف ما بقاش موجود. النهارده الانشطه المدرسيه ما بقتش موجوده، الانشطه على مستوى مركز الشباب في التعليم ما بقتش موجوده. النهارده بقت المدرسه مجرد مستودع معلومات للشباب، يحفظ ويمتحن وينسى. فين الانشطه اللي تحسسني بنفسي وتحسسني بقيمتي وتخليني اخاف على نفسي بشكل جدي وحقيقي؟ في ناس بتتفرجوا علينا دلوقتي استاذه، يعني استاذ عمرو، يقولوا لك طب في بلاد متقدمه جدا عندها كل اللي انت بتقوله ده، عندهم الانشطه وعندهم الامكانيات وعندهم ما عندهمش بطاله، مجتمع زي امريكا مثلا، ومع ذلك هم عندهم نسبه كبيره من التعاطي والمخدرات. ايه اللي يفرق بيننا غير اللي حضرتك بتقوله؟ يعني بمعنى اصح اكتر، لو احنا مجتمع مش متعود على التواجد او وجود المخدرات بالنسبه كبيره جدا في مجتمعنا، ايه اللي خلى الشاب يحس انها مختلفه، ان هو عايز يجرب ده؟ هل هو حاجه نفسيه جواه، ولا هو تقليد، ولا فراغ، يعني مش عارف، ولا رفع القبضه البوليسيه، ولا احساس انه مش هيتقبض عليه ولا هيتحاكم ولا اي حاجه؟ كلها اسباب اجتماعيه. معلش سوري، انا هستاذنك في الحته دي، لان هي دي كلها اسباب اجتماعيه تحترم ويحط لها يحط عليها يعني عبء كبير ومعول كبير زي ما بيقولوا، يعني اتس جود كوز، لكن مش هو ده السبب الوحيد. بدليل قبل ما اقول لكم اي حاجه، انه تلاقي ان الاسره نفس الام ونفس الاب، نفس التربيه، نفس المعايير اللي بيربوا بيها، نفس الاكل، نفس نوع اللبن وكل حاجه، ونفس التعليم، واحد طلع مدمن والتاني لا. ليه بقى؟ والاثنين شباب، واحد 18 واحد 21، يعني في نفس البوتقه بتاعت الاجتماع. الله يحفظنا. فده معناها ايه؟ معناها ان انا لازم يكون عندي عوامل بيولوجيه، ولازم يكون عندي عوامل نفسيه. بحيث انه لما بتسالي ليه بيجربوا رغم كل اللي هم عارفين انها خطر، هقول لك ان في شخصيات مندفعه، حب المغامره عندهم عالي جدا، ناس عندها تقلبات في المزاج، ناس عندها خجل اجتماعي، بتكون دي دوافع نفسيه سواء كانت مرضيه او كصفات في الشخصيه، دوافع الشخص مش حاسس بيها، بس هي بتدفعه الى تجربه ما هو جديد ومثير. يعني الجديد والمثير بالنسبه لهم بيبقى ممتع جدا. وانا كمان انا عايز اضيف على الجزء اللي حضرتك بتقوليه يا دكتوره، ان في يعني شخصيات وشباب كتيرة جدا بيجربوا بس بيقدر يتوقف. أيوة. لكن في ما بيقدرش يتوقف. ليه؟ لأن الإدمان مرض، وهو بيكون شخصيته، هو الحشيش بيحصل عليه إدمان، في إشاعة أن الحشيش معلوش إدمان، دي برضو من ضمن المفاهيم الثقافية الخاطئة اللي احنا بنتكلم عليها. لأن بالتأكيد الحشيش نوع مخدر بيسبب التعود النفسي وبيسبب الإدمان بدرجة صحيح متفاوتة، لأن احنا في عندنا سوفت دراجز وفي عندنا هارد دراجز. الحشيش هو مدخل مهم جدا لأنواع مخدرات أكثر خطورة، بالإضافة أنه هو في حد ذاته من المواد المخدرة
المحدثة للاعتماد النفسي ومن ثم الإدمان وتغيير بيولوجي في المخ. معلش هو المقولة دي دايما على فكرة بيقولوها الشباب لبعض والمروجين للمخدرات ليه؟ لأن هو زي ما أستاذ عمرو قال إنه في عندنا حاجات سوفت حاجات خفيفة عشيش مش عارف إيه بتاع كده وفي حاجات تقيلة. هما بيقولوا خفيف وتقيل بناء على إيه؟ مش على الاعتمادية، بناء على أعراض الانسحاب بالظبط اللي هي بتهز المدمن على المدى الطويل. يعني الدواء ده بطله ايه اللي بيخلي شخص مدمن وشخص لا او ايه ماده ادمانها بيبقى شكله ايه؟ انه بيبتدي ياخدها عشان يصل الى تاثير معين وهذا التاثير بيصل اليه بالجرعه اللي هي اكس. بعد فتره بيحصل تعود في خلايا المخ على هذا التاثير فاصبح الانتشاء او النشوه او السعاده او الانبساط او الفرفشه لا يصل بجرعه اكس، فانا محتاج ان انا اديها اكس بلس كويس عشان اصل الى نفسها. هنا بقى الموضوع فيه ادمان. ليه؟ لانه اول ما هيبوظ يعني هيبتدي يشتغل على انه يشيل الاكس بلس دي هيجد نفسه بيدخل في اعراض انسحاب نفسيه واعراض فسيولوجيه. الهارد دراجز بقى هي دي اللي بتعمل اعراض فسيولوجيه، سيول يعني يحصل عندنا زياده في افرازات الماء سواء من المناخير من العينين، تبول كتير، الاسهال، اوجاع في الجسم، تكسير، عدم قدره على النوم. فدي بالمفهوم المجتمع بتاع المواطن العادي في الشارع دي بهدله، فعشان كده ده ادمان. لكن تعالي للحشيش شوفي بيعمل ايه، ما هو بيأثر على خلايا المخ وبيؤدي الى ان احنا نبتدي نبقى في عمليه لا مبالاه. وعملوا ابحاث ولقوا ان في حاجه اسمها اموتيفيشنال سيندروم اللي هو مفيش طموح للطموح اللي هي طموح بس حبيت اقول طموح للسيندروم يعني، لكن هو الشخص ما بقاش عنده طموح ويبقى يعني ان نهاره زي ليله بكره زي امبارح يعني، فيبقى العمليه هنا يعني طب انتج طب فكر طب خطط، تلاقي ان العمليه دي بالنسبه له مش جايبه ثمنها. ده تأثير على المستوى الطويل. لكن هل هو بيعمل زي الهيروين او زي الكوكايين او زي الادويه الثانيه اعراض جسمانيه؟ لا، عشان كده هم بيروجوا ان الحشيش مش ادمان. اوكي، لكن هو ادمان يعني إدمان. عشان ما يحصلش اي لا خلاص احنا فهمنا كده والناس فهمت معانا. هبة على التليفون بقى فتره طويله. اهلا بيكي هبة من اسكندريه. انا بحب حضرتك جدا على فكره. ربنا يخليكي. ميرسي. ربنا يخليكي. انا عندي 21 سنه، خطيبي عنده 26 سنه. صراحة احنا مخطوبين بقالنا سنة، قبل الخطوبة ما كانش بيشرب الحاجات دي يعني، ما كنتش عارفة عنه انه بيشرب حشيش خالص. بعد لما اتخطبنا لقيته مثلا بيشرب مع اصحابه، يشرب مرة بالليل كده، يقول لي والله قعدت اتكلم معاه كتير، بيقول لي والله انا ما بشربش على طول، ده هي مرة كل يوم مرتين كده بس افك عن نفسي. دلوقتي زود قوي في الموضوع، كل يوم بيروح من شغله بالليل افك ايديه، هو مثلا سهران مع اصحابه لحد الساعة 5 6 الصبح، اقول له يا انت بتشرب، يقول لي لا انا ما بشربش انا بطلت انا مش عارف ايه، بس هو للاسف ما بطلش. حتى مامته عارفه عنه الموضوع ده وبتعاني منه كتير جدا، بس انا متضايقه، انا متضايقه لان انا بحبه جدا وفي نفس الوقت ما ينفعش انا اسيبه، وفي نفس الوقت برضو انا متضايقه ان بعد كده هنبقى متجوزين. لا ما ينفعش تتجوزي حشاش. ما ينفعش انا تعبت معاه، عايزه اخليه يبطل الموضوع ده. هو بيقول لي انا مش مدمن، انا مش بقعد قدامك مسقط، انا مش للدرجه دي. ما هي دي المشكله اللي كان دكتور استاذ عمرو بيقول عليها يا هبه، ان المدمن بتاع الحشيش معتبر انه مش مدمن وانها مجرد قعده انبساط وهيروح زيها زي اي سجاره. انا بس عايز اقول إن هي لازم يعني يبقى ليها موقف، ولازم تكون اكثر حسما من النبره اللي هي فيها دي، ولازم برضو كمان تشوف على تدور على شخصيه مؤثره جوه عيلته تتكلم معاه في هذه المشكله وتقول له ان انا مش هقدر اكمل بهذه الطريقه. لكن كون ان هي بتتراجع يعني بشكل جزئي، الطبطبه هنا ما تنفعش، مش هينفع، لازم الحسم، وفي نفس الوقت احنا لازم تقف جنبه ولو اقلع عن الموضوع تقدر تكمل معاه، لان في الاخر احنا بنتكلم ان المدمن هو مريض، لازم كلنا نقف جنبه، وهو يعني عمليه التاهيل ممكن جدا يرجع تاني جوه نسيج المجتمع بشكل طبيعي، مش وصمه الحقيقه، لان الادمان مرض. هو ممكن يعتبر نفسه مش مدمن يا دكتور، هو شايف نفسه مشكلة، هو متأكد ان هو مش مدمن وهو متأكد ان هو مش حرام، هو حياته كلها بتدور حوالين ان هو لازم بالليل ينزل يقعد مع اصحابه بس معتبر برضه كده انه مش عشان ياخد السيجاره او عشان خاطر يعمل المزاج يعني. شوف ازاي من غير ما يحسوا بيحركوا حياتهم ويخبطوها عشان خاطر ايه؟ انا هعمل ايه الساعه 12؟ ما انت احنا مخطوبين في الساعه 12 هعمل ايه؟ اروح اقعد مع اصحابي. هبه تعمل ايه؟ تتجوزه لو هو فضل مستمر على الموضوع ده؟ لا يمكن،
لا يمكن لا يمكن لا يمكن. احنا رغم ان في قله ارسان زي ما حنان بتقول يعني ما بتقول لازم يبقى في كي بيرسون، لازم يبقى في كي بيرسون جوه اسرته تتكلم معاه وتواجه في هذه الامور. لان زي ما انا بقول احنا كل واحد النهارده هو بيبتدي ازاي؟ بيبتدي الاول بتجربه تفاريحي، وبعدين بيوصل لمرحله التعود، وبعدين بيوصل لمرحله التعاطي، وبعدين بيوصل لمرحله الادمان. هو ده السلم اللي الناس كلها ويمكن يكون متعود وكان بيتجمل يعني قدامها في الاول يعني هو ينفع يعني. هبه تتجوز ويبقى ابو اولادها المستقبليين حشاش. هل هبة تتحمل ان المجتمع اللي حواليها يعرف السر اللي هي اكيد بتخبيه ان خطيبها بيحشش؟ اذا كانت تقدر تتحمل ده طب هي اكيد مش هتتحمله. فما تعمليش نفسك كده. انا عايز اقول ان هو برضو في الاخر يا جماعة هو المدمن مريض، يعني احنا برضو لازم يبقى عندنا الكونسبت ده. هو مريض محتاج يتعالج. هو لازم هو يصدق نفسه في تعاطف، ولكن يبقى ليها موقف وسايبة الباب. لو بطلت ده هيحصل كذا. هنكمل تعاطف وحسم في نفس الوقت. طب انا عايزه اسالك انها تسال برضو وتقرا على ايه هي مشاكل التعاطي الحشيش، ايه هي كده، بحيث انها تقدر تنقل له الفكره دي او تبقى تسيب له حاجه تلجا للصندوق، يعني تتكلم بحيث انها مش مجرد مشاعري ومش مجرد انا خطيبتك وبحبك وعايزه كده، لا كلام عقلاني انه حتى لو احنا مع بعض او مش مع بعض بحكم العشره اللي بيننا هذا الشيء سيعرضك الى مخاطر صحيه في المستقبل. هسال سؤال مفيد كام بس كام الدكتوره، هل بدايه سكه الحشيش دي تؤدي بعد كده للحقن ثم فيروس سي ثم مش عارفه امراض المناعه ثم يعني في اشكاليات كتيره الناس ما بتبقاش عايزه؟ ما ابتديش بالحشيش بس، ده انا عايز ابتدي بالسيجاره، هي دي البدايه الحقيقيه. النهارده لما بنتكلم عنها ان السيجاره الحقيقه او التدخين بشكل عام كارثه حقيقيه في المجتمع المصري الحقيقه، وهو ده البوابه الاساسيه. انا بتكلم على لا الحقيقه، وبعدين حتى مش بس لما احنا بنقول كده دكتور يا استاذ عمرو بيجوا يقولوا لنا يا جماعه بس اركنوا موضوع السيجاره، احنا بنتكلم في الحشاشين. طب انا عايز اقول لحضرتك اذا كنا عايزين نواجه مشكله المخدرات لازم نركز على السن الصغير. ايوه لازم نبتدي التدخين في السن الصغير دلوقتي بقى كارثه. احنا بنتكلم على سن التدخين 9 سنوات، هنا بقى ده اللي احنا لازم نسلط كل اضواءنا وكل جهودنا على هذا الموضوع. عشان كده بنقول ان احنا ابتدينا لما جينا ندخل منهج عن الوقايه من التدخين والمخدرات دخلناه في الابتدائي مش في مرحله الاعدادي. اما بقى اللي بيدخل في مراحل الادمان او كده ده بيكون ليه برامج مختلفه تماما وتوجهات مختلفه تماما. قبل ما الوقت يخلص حضرتك لازم تكلمنا عن الكتيب اللي الصندوق هيصدره بتاع مكافحه المخدرات. والله احنا الحقيقه دلوقتي عندنا برنامج تم اصداره عن اعداد القيادات الشبابيه لمواجهه مشكله المخدرات. بالظبط كده، اذا كان في اصدقاء سوء هم بيشكلوا قطب اساسي لاستقطاب الشباب للوقوع في مشكله المخدرات، النهارده عايزين نعمل اصدقاء للخير. عشان كده زي ما حضرتك بتقولي احنا معانا جمعيه رساله ومعانا العديد من المؤسسات الاجتماعيه اللي بتشتغل معانا في مجال الوقايه من المخدرات، وده احنا بنستهدف في الفتره الحاليه التوسع فيه بشكل كبير جدا. واحنا كمان ان شاء الله معاكم من خلال البرنامج. نتمنى كمان الاعلام. وعايز اقول برضو لكل الشباب اللي بيشوفونا يا ريت لو في شباب عايزين يتطوعوا معانا في الوقايه احنا الموقع بتاعنا drugcontrol.org.eg او اختارحياتك.com.eg، يا ريت ان هم يتواصلوا معانا. اي شباب عايزين يقدموا رقم طبعا 16023 16023. خدمات مشورة، خدمات علاج، خدمات تأهيل مجانا وبأكد مرة تانية في سرية تامة. ليه؟ ما بنأكد دايما على الرقم عشان الناس تبقى يعني معانا. 16023 ويا ريت لو ممكن ينزل على الشاشة يبقى شيء رائع. يعني في بعض الناس بتبقى متوجسة من التفاعل مع الصندوق اللي بيقولوا هيبلغوا عنا البوليس، صحيح؟ والله السنة اللي فاتت استفاد مننا 33,000. ما بلغتوش البوليس عن حد واحتفظتوا بسرية بياناتهم واديتوهم العلاج مليون في المية. احنا بنأكد تماما على سرية الحالات اللي بتجيلنا، وبنأكد تماما ان برضه هو مجانا، لان برضه في ناس كتيرة جدا بتتخوف من الموضوع ده. احنا بنقول ان هو مجانا وفي سرية تامة، وجربونا يعني احنا يعني لو في اسر بتبقى ما عندهاش القدرة المادية فكويس انه الشغل ده يعني بيتعمل مجانا، لان في اسر بتبقى عارفة وحتى بيجي المدمن في لقطة معينة. ودي حاجة برضه احب اقولها انه المدمن مش في اي وقت عنده استعداد يتعالج، هي بتبقى لحظة واحدة اللي ممكن يحس ان هو عايز يتعالج. ولذلك دايما بنقول للاهالي في اللحظه اللي يقول طب اوكي انا موافق ان انا اروح اتعالج ما تستنيش لبكره الصبح، اغتني بالفرصه في ساعتها، ما تستنيش يعدي سواد الليل، في اللحظه دي كلمي روحي خديه وديه، لانه على بكره الصبح هيكون شيطانه صحي تاني او اصحاب السوء فهيبقى عايز ياخد تاني. لا، اعراض الانسحاب على فكره هي اللي بيخلي المدمن يفضل داخل في الدائره المغلقه دي، الالم اللي هو هيشوفه بياخد فحاسس ان هو كويس، وبعد شويه يحس ان هو انا ابتديت اتعب فلازم اخد الجرعه.
لدرجه ان المدمنين القدام يقول لك ايه، انا ما عدتش بعمل دماغ وما عدتش بتبسط ولا بعدت ببقى هاي، كمان هيفقد نفسي واقدر اقابل المجتمع لازم اخد الجرعه بتاعتي. واكثرهم بيبقى اصبح نادم جدا انه دخل هذا الطريق بس مش عارف يخرج منه ازاي، رغم ان في اساليب للخروج بس متعبه ومحتاجه منه مثابره. انا بس يعني اخيرا انا عايز برضه اقول ان مصر لغايه دلوقتي مش نقطه حمراء في موضوع المخدرات، يعني مش كارثيه زي ما حضرتك بتقولي ان المجتمع الامريكي أكتر مثلا بالتاكيد النسبه بتبقى اكثر، لكن احنا لاحظناها لان احنا مجتمع مش متعودين على النوعيه دي من 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 الكميه. يعني احنا مجتمع برضه الحمد لله محافظ على هيبته وبنحب شبابنا، وده لما بنحس ان في حاجه غلط بتحصل على طول لازم كلنا نقعد نتكلم فيها ونزن نزن نزن لغايه ما تلاقي ان الموضوع بيقل شويه. فده حاجه، فانا عشان كده بقول طب احنا ازاي نمنع الشباب ان هم هل نقف لهم في تجمعاتهم بالليل؟ هل انا كأم اقول لابني لا ما تنزلش بعد الساعه 10 هيتخانق وهنتخانق وهنعمل مش هيسمع كلامك كمان هيفلت منك للاب؟ احنا بنقول لكل ام وكل اب كمان، احنا نسينا الاب مش عارف ليه، مش عارف ليه صاحب ابنك او بنتك ده اول طريق حمايتهم من المخدرات، الصداقه الحوار ما بينهم هو ده الاساس في الوقايه من المخدرات. بس قبل ما اكلمه عن هذه المشكله او قبل ما دايما اخليه هو محل اتهام، لا بالعكس انا ابتدي بان انا اقرب منه وان انا اعرف اهتماماته وان انا اصاحبه بشكل واقعي. طب استاذ احمد ما فكرتوش تعملوا السكريننج في الحاجات الكبيره؟ يعني مثلا يحصل نوع من انواع المسح على التجمعات الكبيره، طبعا ده اللي بقى يحتاج تداخل الوزارات المختلفه. لا خش لي على وزاره التربيه والتعليم المدارس، ده اختبار ممكن يدعم من الدولة، بحيث ان انا لو لقطت ان في بعض الطلاب اللي عندهم هذه المشكلة نبتدي معاهم بقى بالتوعية بدري بدري، نبتدي معاهم بالوقاية انه لا ما فيش داعي نستمر في السكة دي. لكن طول ما انا بتكلم في تجمعات صغيرة مش هقدر. يعني مثلا لما تيجي على دخول اي شغلانة في شغلانات في مصر هنا معروف ان لازم يتعمل لهم اختبارات دورية، لانهم مفروض انهم قائمين على ارواح ناس او على مقدرات بشر. لا وبعدين في حاجه كمان مهمه جدا، احنا كمجتمع احنا عارفين كويس قوي الاماكن اللي ممكن نبقى شاكين انها بتبيع مخدرات، زي الكشاك اللي بتظهر مره واحده في المناطق، وهنا كشك وهنا كشك، وفي تجمع رهيب للشباب حوالين الكشك ده والساعه 12 بالليل. طب الكشك ده فاتح الساعه 12 بالليل عشان يبيع كازوزه ولا عشان يبيع لبان وبونبوني؟ ما هو دي اللي كان الشباب دول واقفين قدامه متعلقه بالموضوع بالظبط. صح صندوق ما يقدرش يروح يقف لهم، انا دكتور ما اقدرش اروح اقف لهم. الجهه من الجهات السياديه في الدوله هي اللي لازم تبقى ايه تقدر تضبط. هو ده انا شايفه. انا بس عايز اقول للدكتوره ان احنا دلوقتي عاملين مسح قومي شامل على موضوع التدخين والمخدرات، كمان احنا ربطنا التدخين بالمخدرات، ان شاء الله في غضون بضعه اشهر هتكون النتائج موجوده. واعتقد ان هذا المسح اللي احنا بننفذه مع مركز البحوث يعني هيحمينا من بعض الارقام المتضاربه اللي للاسف انا لما بسمعها برضو الحقيقه ببقى يعني بتخض، وبتتقال من بعض الناس اللي هم مش اصحاب التخصص، ودي بالنسبه لنا بتشكل يعني عائق كبير جدا. هنقف على ارضيه الواقع شكلها ايه بالظبط؟ هي 15 ولا 5 ولا 25؟ بالظبط. هو موضوع المخدرات ده الحقيقه مليان حاجات كتيره قوي قوي، المصريين في حاجات كتيره جدا. بس يمكن احنا حبينا ان احنا ناخد اول جزء فيها وهي المخدرات والادويه اللي بنستعملها غلط كبدايه حوار. احنا بنشكركم ونتمنى احنا نشوفكم تاني مواضيع تانيه بعد الفاصل. فقره الاستاذه اميره وقراءه سريعه للصحف واهم المواضيع الاجتماعيه اللي حصلت الاسبوع اللي فات هنناقشها مع الكاتب الصحفي وليد طغان بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني في فقرة الصحافة في أسبوع. احنا بنقدم فقرة كل يوم سبت بنقرأ فيها في الصحافة المصرية، عندنا عدد كبير من المجلات والجرايد. عايزين ايه؟ احنا لما بنبص كفريق الستات ما بيعرفوش يكذبوا، بننتقي ضيف كاتب او صحفي او شخصية عامة مهتمة بالشأن العام، بنشوف بعينه ايه اللي موجود في الصحف ما بين الاسبوع ما بين يوم السبت ويوم السبت، ايه اهم حاجة بتلفت نظره. اسمحوا لي اقدم لكم النهاردة صديقنا العزيز الكاتب الاستاذ وليد طغان مؤسسة روزا اليوسف. وليد انا شايفه معاك جرايد كتيره، وقعدنا انا وانت قبل الحلقه تقول لي انا مجهز لكم حاجات مهمه بتهم الناس كلها، معاك ايه بقى؟ والله هو بقى الملفت احس ان النهارده
وبكره هو بدء العام الدراسي. أيوة. فالملفت بعض الظواهر المتعلقه بالعام الدراسي. اولا الدراسه تحت التهديد بالاضراب، ده الشروق 47 ألف مدرسه بتفتح ابوابها والمعلمون المستقلون. حضرتك خدي بال حضرتك من كلمه المستقلون. بيهددوا بالاضراب او هيبداوا فعلا بالاضراب، اضافه الى ان المدرسين بتوع جماعه الاخوان المسلمين ده بالتزامن طبعا مع نجاحهم في الانتخابات امبارح في النقابات التعليميه فبيعرضوا الاضراب. الاخوان يلعبون السياسه باستمرار زي ما احنا عارفين، لكن هو الظاهره الملفته جدا ان المدارس تبدا والمدرسين يضربوا في هذا التوقيت بالذات. عايزين ايه المدرسين بيضربوا؟ عايزين ايه يعني؟ هم عاوزين حوافز، عايزين حوافز مثل كافه المطالب الفئويه او الفئويه اللي بدات بعد يناير. المدرسين يريدون حوافز ويريدون الحوافز الان. انا بقول لحضرتك ان المدرسين مش المدرسين بس اللي عاوزين حوافز، الاطباء عاوزين حوافز، المهندسين عاوزين حوافز، والتجارين عاوزين حوافز. طب يعني نقفل المدارس ونقفل المستشفيات مع احترامي للمطالب الفئويه؟ لا طبعا هما احترامنا جميعا. لكن الان حضرتك في مرحله البناء، البعض لازال في مرحله الهدم. لما يبقى في المدارس كلها تبدا من غير مدرسين لان انا عاوز حوافز، سواء الدوله ما عندهاش موارد او سواء عندها موارد ولم تنظم بعد او عندها موارد ومنظمه وما عندهاش امكانيه في الوقت الحالي. المدرس في رايي يعني، وده مش كلام شعارات على فكره، المدرس ده من المهن اللي هي مهن الرسالات طبعا. زي الدكتور يعني، مدارس بتبتدي وتلامذه بتخش وكتب بتتسلم وعندنا امتحانات مواعيد نص السنه واخر السنه وامتحانات ترم، وبعدين المدرسين المستقلون يضربون عن العمل او يتوقفوا. ما هو انا عايز اقول لحضرتك ان في شقين، المستقلون دي نخليها على جنب ممكن نتكلم فيها يعني ده، لكن هو المدرس دلوقتي لما ياخد الحوافز كامله، طب ما هو العائد على العمليه التعليميه؟ ما هو ده برضو لازم حضرتك تقولي، لو المدرس عايز زياده 200% 300% على مرتبه، طب هيبطلوا يدوا دروس خصوصيه ساعتها؟ لا اعتقد لان سلوك الدروس الخصوصيه ده اصبح سيستم اجتماعي موازي يعني للمدارس، موازي بالضروره. انا متصور، انا مش ضد المدرسين على فكره، لكن انا ضد الفوضى المستمره تحت دعاوي مختلف او طيب. بحجج مختلف. خليني اقول لحضرتك عشان احنا انت موريني كميه اخبار قبل ما نخش وانا عايزه نلحق ناخدهم كلهم. يعني طبعا هو المطالب الفئويه شيء مهم، الفوضى شيء مش كويس، التوازن بين المطالبة بالحقوق وعدم الإضرار بالناس ده مسألة لازم طبعًا الناس طبعًا كلها تتعلمها الفترة الجاية. عندك ايه تاني؟ عندي بقى خبر برضو مرتبط بالمدرسين، اخر تقريع الدروس الخصوصية شهرين مقدم. ليه المدرس طالب شهرين مقدم حضرتك؟ ليه؟ هو المدرس الخصوصي قال لان البلد ما حدش عارف مصر رايحة فين. ده منشور فين ده؟ ده في الوابد حضرتك. هو عاوز يعني بيقول ايه، ان حضرتك لو هتشترك معايا، لو هتدخلي المجموعة يعني او ولاد حضرتك هتدخلوا المجموعة فهو ياخد شهرين مقدم لانه ما يضمنش الشهر الجاي الدنيا يحصل فيها ايه. طبعا يعني هو بيأمن مستقبله يعني حضرتك. الخبر الثالث برضو في المصري اليوم وخاص بده برضو عن التعليم. عن التعليم الشعب يريد تخفيض المصروفات المدرسية. الحقيقة لا مش الحقيقة الشعب يريد تعليم مجاني مش تخفيض المصروفات. يا استاذه اميره، مفيش دوله في العالم يعني بتمنح تعليم مجاني باستمرار لكل فئات المجتمع. كل زمان بنتعلم في تعليم مجاني. ما هو انا هقول لحضرتك حاجه بقى، ما هو يعني مثلا دوله زي اوروبا اللي بيدخل الجامعه ده يعني اولا الجامعه بفلوس كتيره جدا، واوروبا دي من اكتر الدول حضاره، او فرنسا مثلا يس. بيدخل فلوس كتيره قوي، بيدفع فلوس، ما بيدخلش الجامعه غير ابناء القادرين، في حين ان المهن الاخرى الموازيه زراعيه صناعيه، طبعا ما فيش زراعه بالمعنى المفهوم، هذه المهن لها احترامها في المجتمعات. يعني مش معنى ان انا دخلت تعليم صناعي ان انا بالظبط. انت عارف انت بتشير لايه كده؟ انت بتشير لانه في خلل في رؤية الناس طبعًا وثقافتهم طبعًا في مصر للتعليم الفني وللعمل المهني وللحرفي، فبالتالي كلنا محشورين. عايزين كليات القمة. بتخرجي من كلية طب القصر العيني كل سنة 10,000 دكتور بس من القصر العيني، ناقص عين شمس وطب أسيوط، يعني حضرتك هيبقى عندك 120,000 دكتور كل سنة يعني. طب بس احنا عندنا مشاكل في مناطق تانية. طب بس عايز اقول لك حاجة، حكاية المدرس اللي عايش شهرين مقدم ده الحقيقة يعني مستفزني جدا. ما هو مستفز يعني، هم الاول عايزين يعملوا اضراب علشان عايزين حوافز، وبعدين عايزين يعملوا دروس خصوصيه وياخدوا شهرين مقدم، وفي نفس الوقت الشعب يريد تخفيض. هو الشعب يريد بقى، دي فيها برضو فيها حاجه إيه؟ لطيفه، نكته لطيفه كده، دي صفحه على الفيسبوك. صفحة والله على الفيسبوك يعني اطلقها 10,000 يعني ال في 10,000 واحد رافعين الشعار ده. بس هم بيتكلموا ان عايزين تخفيض مصاريف المدارس الدوليه.
وحضرتك برضو يعني ايه يعني نحط تحتها خطين. يعني لما انا دخل بنتي مدرسه الصفحه دي اسمها ايه؟ انترناشونال اسمها اعتقد هي اسمها الشعب يريد تخفيض المصروفات المدرسيه. اوكي بالظبط الشعب يريد تخفيض المصروفات المدرسيه. يعني انا لما دخل بنتي مثلا الامريكيه الدوليه انا محتاج اخفض المصاريف. يعني لو حضرتك جمعت الثلاث اخبار دول على أيوة. بعض هتلاقي طلع لي منهم حاجه بقى على بعضيها كده نوريها للناس. مدرسين مضربين تحت دعاوى مختلفه و الشعب يريد تخفيض المصروفات الدراسيه. اهي صفحه الفيسبوك طالعه لنا على الشاشه. يعني انا مستغرب من الاستاذه منى اللي هي رئيس الصفحه طبعا مع احترامنا للاراء طبعا فيما يتعلق بتخفيض مصروفات المدارس الدوليه. دي انا اول مره اعرف. بس والله ما هم بص يعني هو انت هتقول لي ليه دخلوا عيالهم مدارس دوليه وهم عارفين انها غاليه؟ ما عنديش اجابه على السؤال ده. بس النهارده في مصر كل الفئات متعوره من اشكال انا هقول لحضرتك يا استاذه اميره احنا لازم نحط في اعتبارنا ان احنا مجتمع عنده برد او يعني دوله اصيبت بنوع من المرض مش مزمن الحمد لله لكن هو مرض. عندنا دور برد جماعي. حضرتك تتعاملي مع الوضع بوضع ازمه لا تتعاملي معاه وهو ازمه بوضع يعني تريدي الرفاهيات او الكماليات. يعني بدل ما طالب بتخفيض المصروفات المدارس الدوليه طب ما انا طالب بتحسين مستوى المدارس يا ريت في 70 واحد. بس انت كده لما تيجي تقول انا بطالب بتحسين مستوى المدارس انت بتحط خطه استراتيجيه او خطه حتى مثلا عايزه زمن. طبعا لكن ال 10,000 واحد اللي في صفحه الشعب يريد تخفيض المصروفات المدرسيه ما هو لما 10,000 دول بيتعوروا دلوقتي. ما هو بيتعوروا دلوقتي بس في 80 مليون بيتعوروا بقالهم 10 سنين وهيفضلوا 50 سنه. موضوع التعليم ده طويل قوي. عندنا ايه تاني؟ في بقى دراسه مهمه بيقولوا المطلقون والاطباء اكتر اقبالا على الانتحار. جريده دي جريده الشروق والصفحه دي عاملاها الدكتوره فاطمه الشناوي الدراسه خبيره العلاقات الزوجيه والاسريه والطب النفسي بلندن. بتقول ايه بقى الدكتوره فاطمه؟ هي بتقول فاطمة. ان الاطباء العاملين في تخصصات محدده طبعا دول اطباء الطب النفسي اعتقد يعني الاطباء النفسيين بيجي لهم اكتئاب من كتر اللي بيشوفوه ودول معرضين للانتحار اكتر الفئات. والمطلقين معاهم إضافة للمغتربون وضحايا التفكك الأسري والمطلقين. انت عارف بمناسبة الأطباء دي كان زمان عندي موكلة طبيبة معمل فكانت الحتة اللي هي متخصصة فيها الخلايا السرطانية. يا ساتر. فكانت تقول لي أنا كل ما أحط عيني على الميكروسكوب أحس أني متوترة في حياتي لأنه أنا عارفة أنه الشريحة اللي هشوفها لما يطلع فيها خلية سرطانية ده هيأثر في حياة الناس إزاي. طبعا. تقول لي وصلت المرحلة أني بقيت أبص على الناس وهي ماشية في الشارع عايزة أطلع بعيني تحت جلدهم وأقول يا ترى أنت عندك خلية سرطانية لسه في البداية ولا لا. فواضح أنه الأطباء من كتر ما بيتعاملوا مع المرض والأمراض وحياة الناس وكده. طبعا هو أنا لو مكان الدكتور ده طبعا هيجي لي اكتئاب. بس هو أنا شايف أن الدكتورة فاطمة في حتة مش مظبوطة في الدراسة. بتقول إيه بقى؟ الدراسة. بتقول أن المتزوجين ما أقل الفئات إقبال على الانتحار. عشان رأيك كده؟ أنا رأيي مش كده يعني. أنا متهيألي المتزوجين أكتر من الأطباء. بتقول اللي بينتحروا مش اللي نفسهم. لا والله هو حتى اللي بينتحروا انا مش فاهم. بس هو كمان بتقول ان الانتحار على عكس المعروف بيزيد في بيقل في اوقات الحروب والازمات طبعا. لان الهدف بيبقى واحد يبقى الناس عندها قضيه قوميه بالظبط اهتمام مشترك او انتماء او حلم او هدف امل يعني غير لما يبقى لكن طبعا هو حضرتك بعد الحروب والازمات بتزيد نسب الاكتئاب اللي هو الارتداد. واضح ان المساله مش خط واحد كده يعني بيطلع وينزل رسم البياني طبعا بيطلع هو وينزل. اي شيء خاص بالعلاقات بالمجتمع او بالعلوم الاجتماعيه يعني طبعا هو نازل وطالع. عندك ايه تاني يا وليد؟ عندي بقى حوار لداليا مجاهد دي كانت مستشار الرئيس اوباما للشؤون الاسلاميه. متهيألي كانت جت معاه ايام ما جه عمل زيارته. جت معاه وهي بتشتغل في مركز جالوب اصلا في دبي مركز حقوقي ومركز دراسات وهي بتقول ان امريكا لم تكن تريد الثوره المصريه ده في جريده الوفد. يعني ايه بقى اشرح لي كده؟ والله هي محتاجه تشرح لنا داليا لان انا يعني ده طبعا وجهه نظرها ولكن انا ليا وجهه نظر مخالفه. هي ترى ان الامريكان لم يساهموا في او لم يريدوا ان الثورات العربيه تتم. لكن انا مش بتكلم على الثورات العربيه من عدم وانا بتكلم على الشكل الذي ارادته امريكا من سنه 97 اللي هي الفوضى الخلاقه.
الفوضى الخلاقه. طب وليد بس الخبر ده معلش عشان تصحيح كده على السريع. الخبر ده في جريده الاخبار الصفحه 12 مش الوفد. طيب نرجع بقى. داليا بتقول ايه بقى؟ هي بتقول ان امريكا ما كانتش عايزه الثوره المصريه، وان الثوره المصريه ان فرضت عليها يعني. هي يعني ده فرضت يعني الثوره المصريه فرضت قبولها نفسها، فرضت نفسها على الولايات المتحده التي عارضت الثوره في بدايتها، او يعني جمدت موقفها او كانت على حياد من الثوره الى ان تمكن الثوار من قلب الاوضاع، وبالتالي ايدتها الولايات المتحده. انا مش هعقب على الخبر ده وليد، ماليش دعوه. ولن انا مش هعقب على الخبر ده، لان هذا الكلام انا ما اعتقدش. طبعا امريكا من 97 ده مش معناه ان انا ضد اللي يريدون التغيير بالمناسبة، يعني لأن التغيير مطلوب. لا التغيير مطلوب ومهم وضروري وكل حاجة، بس على أسس معينة ووفق منطقيات معينة. لكن الولايات المتحدة ساهمت إلى حد كبير قوي في من 97 فيما يسمى ببرنامج الثورة الفوضى الخلاقة، ويمكن قبل 97 كمان، وعلى أساسها كونت منظمات مجتمع مدني وأدت تمويلات وهكذا. أنا أعتقد برضو ربما مش هعلق يا وليد، ماليش دعوة. مستشار الرئيس الأمريكي لا تعلم هذا. لا مش هعلق. في خبر تاني بقى. عندك إيه تاني بقى؟ هتأكد بس من الجرنان علشان ده الدستور. عشان بقى الكلام عشان الكلام ما يكترش. ده الدستور. ده الدستور. الحكومة تحذر المواطنين من مسابقات 0900 بالتلفزيون المصري والقنوات الفضائيه. ايه يعني ما نشتركش في المسابقات؟ هي بتقول ان المسابقات دي ما فيهاش مش صمام امان وما فيش معايير، لان حضرتك لما تطلبي 0900 تكسبي من عدمه بياخد وقت كتير، ما فيش ضمان يعني لاليه تنظيم هذه المسابقات. تفتكر المسابقات دي ظهرت ليه عندنا؟ لا هو حضرتك تفتكر ان التحذير الحكومي ده منطقي؟ اصل الحكومه بتحذر، طب ما تمنعها. لا ما هو انا قبل ما التحذير الحكومي 99% مش مهم، الناس بتاعتنا ما بتحبش تسمع كلام الحكومه. بس ده غريب قوي، لان هذه المسابقات بتبث على التلفزيون المصري. ظهرت ليه يا وليد؟ مين العبقري اللي اكتشف انه لما هيلعب لعبه المسابقات دي المصريين هيجروا وراه؟ بيداعب فيهم ليه؟ لا ده هو الراجل ده، هو العبقري ده يا استاذ اميره هو اللي كسب ملايين مش كده في العشر سنين اللي فاتت. ما بيكسبش معانا ولا اي حاجه. لا هو كمان انا فاكر ولا مع الحكومه. انا فاكر ان كان في برنامج على قناه دينيه كان بيعمل 0900 وبيقول للناس تكسبوا رحلات عمره، واللي كان بيقدم البرنامج ده يعني فنان كان معروف فتره ما وربي دقنه وراجل بتاع ربنا، بيروح يسجل لقاءات في الحرم مع مشايخ الحرم وبيعلن في اخر الحلقه عن 0900. حضرتك شوف التناقض، ان يوعد حضرتك بعمره علشان تطلبي الرقم فيكسب هو كتير قوي وحضرتك ما تطلعيش العمره، وفي نفس الوقت هو بيروح يسجل في الحرم. طب عايز اقول لك حاجه، في بعض الناس بتقول يا جماعه منع المسابقات ده ظلم، انتوا كده بتقتلوا الامل في نفوس الناس. هو من حقي احلم. لا من حقه يحلم طبعا، ولو ان الحلم يا استاذه اميره دلوقتي غطى على طبقه كبيره قوي من الشباب واصبح الحلم مرادف للعمل، يعني انا هكسب عربيه بي ام دبليو هكسبها بالمسابقه بدل ما اشتغل. يعني قصدك انهم بيحلموا عن طريق الوهم بالظبط، يعني حضرتك مثل كده. هذه المسابقات اوهمت او وهمت شباب كتير قوي انها تحقق لهم احلامهم، فالشباب لجأ لهذا بدل العمل. طب الحكومه بس الحكومه اشمعنى الحكومه النهارده بتحذر المواطنين؟ والله انا مش عارف اشمعنى، لا يزار حد سالها امبارح مثلا فحذرت النهارده، لكن هي بتقول ان المسابقات دي ما فيش عليها اليات الضمان. المفروض المسابقات وهميه. المفروض حضرتك تطلبي تقعدي 15 ثانيه مثلا وبعدين تيجي المسابقه عشان تجاوب عليها. لا هو بيقعد مثلا 15 دقيقه 10 دقائق، فجي الدقيقه بجنيه ونص وحضرتك تطلبي فهو يكسب، ما هو الغرض هو المكسب. ده دي المسابقات اللي ما بتبقاش في الراديو او في التلفزيون مباشره، يعني انا بطلب بس مع نفسي كده. مش هو قصده كده. لا احيانا كان في بعض المسابقات بتيجي في الراديو بالذات يقول لك اطلبني وحل المسابقه، ويبتدوا يسالوا الناس اسئله اولا غايه في التفاهه، والمصيبه ان الناس تغلط ما تعرفش تجاوبها. كانت ماساه يعني اللي هو اين تقع اهرامات الجيزه؟ ما هو لازم يسال، يا فندم هو لازم يسال كده، هو لازم يسال حضرتك كده علشان ما فيش حد يقول انا مش عارف الاجابه، فكله يتصل يبقى عندنا عمل فظيع، تزيد نسبه ان كلهم يجاوبوا غلط. يعني وحتى لو جاوبوا غلط او صح ما هم مش هيكسبوا. يلا يا وليد عندك ايه تاني؟ اخر حاجه يعني في خبرين. لا في خبر تاني اللي هو 66 نسبه الاشغالات بشرم الشيخ رغم مغادره السياح الاسرائيليين. دول انت عندك اخر خبرين دول ليهم علاقه بالسياحه. ده في الدستور. والخبر التاني في اليوم السابع المكمل ليه، عبد النور السياحه لن عبد النور وزير السياحه السياحه لن تتاثر بوصول الاسلاميين للحكم. ايه ده هم وصلوا؟ هو بيقول لما يوصلوا. لما هيوصلوا خلاص يعني، وزير السياحه حسب هو كده. هو حتى الان ما وصلوش، بس هو واضح ان هو فاكر ان هو وصل او يعني متصور ان هو يوصله.
كويس. وعنده اعتقاد ال 66% نسبه الاشغالات في شرم الشيخ رغم مغادره السياح الاسلاميين. اه هو طبعا حضرتك عارفه ان الموسم الايطاليين هم دول بيروحوا دلوقتي شرم الشيخ، بيبتدوا الاجازه في ايطاليا في شهر 9 وبيبتدوا يجوا شرم الشيخ، ودي سنه معهوده يعني. لكن هو السياح الاسرائيليين برضو نسبه كبيره في شرم الشيخ، ما نقدرش ننكر الحكايه دي، وفي دهب. لكن هو مش ده هو ده التعليق. انا اعتقد ان ده هننتظر الشهر الجاي واللي بعده نشوف نسبه الاشغال في شرم الشيخ. السياحه طبعا محتاجه لترويج شديد، لكن انا الملفت هو كلام وزير السياحه. طب استناني قبل 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 وزير السياحه وموضوع وصول الاسلاميين ده، لان ده موضوع لوحده. اه ده موضوع. انا عايز اسال سؤال. 66% نسبه الاشغالات بشرم الشيخ، مظبوط. ليه ما عندناش سياحه داخليه؟ ليه المنتجعات السياحيه في شرم وفي الغردقه ما بترحبش بالسياحة الداخلية المصرية زي ترحيبها بالسياحة الدولية؟ هو أنا أعتقد هي شقين. الشق الأول أن السياحة الداخلية شرم الشيخ غالية قوي على المصريين، يعني قليل قوي من المصريين اللي يقدروا يروحوا. الناحية التانية أن السياحة بتعتمد فعلا على الأجانب، يعني الشارترز لما بتيجي ما بتجيش على مطار القاهرة. يا ابني فاهمة، تروح على شرم، يعني حضرتك بتخصصي منطقة شرم الشيخ دي للأجانب وما بتراعيش فيها المصريين. اه بس بص يا وليد، لما يقول لك 66% نسبه الاشغالات، اذا انت عندك كفندق او في المنطقه السياحيه حوالي 33% فاضيين. طب بدل ما انت مغليهم بسعر معين عشان يتناسب مع الاجانب اللي جايين، ليه ما تحاولش انك تخلي السعر في متاح او في متناول المصريين، بحيث انه السياحه الداخليه تغطي لك نسبه الاشغال تكمل لك عليها؟ المفروض طبعا، يعني ده بتعمله تركيا مثلا، بتعمل. ايوه آه. انا بقى كنت عايزه اقول لك ازاي انا كمواطن مصري لما يجي يتحط قصادي اختيارين، اروح شرم الشيخ اسبوع ولا اروح تركيا اسبوع، اقول لا تركيا ارخص. الوقت تقول لك تركيا ارخص. لا والله، ويقول لك طيران شارتر تركيا ارخص. واضافه لكده ان الاتراك بيعملوا سياحه داخليه للاتراك، يعني في بعض المناطق وبعض المدن وبعض الباكج البرامج بتخلي التركي يروح زي ما المصري بيروح يروح تركي. يدوله يوفر له نفس الخدمه. يوفر له نفس الخدمه طبعا. احنا عندنا كده طبعا. هو في اطار يعني تقدري حضرتك تقولي الرغبه في المكسب السريع، غياب التوجه. معظم هو غياب التوجه ده يعني بيعني ان انا عاوز احقق مكسب من غير قيمه مضافه على المجتمع. ازاي يعني؟ يعني انا احقق مكسب بس ما فيش قيمه مضافه معنويه او ماديه على المجتمع. يعني لو حضرتك جبتي ولد دلوقتي شاب وقلت له اديك فلوس هتعمل مشروع، هتعمل ايه؟ هيقولك افتح محل موبايلات اكسسوارات. ليه؟ هو عايز مكسب سريع لان الموضوع ده مكسبه سريع، بس ايه قيمته المضافه على المجتمع؟ بس انا بتصور انه سينا بالذات بعد ما رجعت كامله لينا وعاش المجتمع المصري سينا محتله سنين طويله، سينا بالذات لازم يبقى في توجه سياسي بربط المصريين بيها. ما في طبعا بعض الناس طرحه فكره تعمير سينا، انك تقدر تعمر سينا بحيث يبقى ليها سكان، ما تبقاش مجرد ارض. هو ده مهم طبعا. انما اذا ما كناش هنقدر نعمل ده الان، او ما كانش في ظل ما قبل الثوره خطط لتعمير سينا وربط اجيال بيها غير اهلها الاصليين اللي هم القبائل، على اقل من انك تبقى بتربط المصريين بسينا المكان الجميل. يعني يعني نخلي في ذكرى او في قلوب المصريين ذكرى جميله لاجازه قصيره قضيتها في سينا. المفروض طبعا المفروض يعملوا الكلام ده، فيبقى في تشجيع للسياحه الداخليه، خليها في متناول الايدين، يبقى بركز على طلبه الجامعه والمدارس والرحلات زي ما كنا زمان كده بنطلع الاقصر واسوان، يبقى بنطلع شرم الشيخ ودهب ونويبع. يعني اربط هذا المكان الاستراتيجي الهام اللي ربنا مديله طبيعه جميله جدا وانا عندي فيه استثمارات ضخمه بقلوب وعقول الناس، ما بقاش سايباه كده معتبر ان الخواجات بييجوا شارتر وبيمشوا على اهميه ده. انا مش ضد. لا طبعا هو مش ضد، بس حضرتك لا قلتي مفيش توجه. هو مفيش توجه، مفيش حقيقي توجه. يعني الطالب المصري بيروح اسكندريه في رحلات الجامعه. أيوه. مع انه راحها 70 مره بالظبط، واسكندريه اكتر تكلفه من سينا. غياب التوجه يصنع سلوكيات مختلفة. حضرتك لما تيجي تناقشي السلوكيات بتبقي بتناقشي
عرض، ما بتبقيش بتناقشي مرض يعني. طيب اخر خبر بقى عشان الوقت بتاعنا. الخبر الاخير اللي هو العرض برضو وزير السياحه بيقول ان السياحه لم تتاثر بوصول الاسلاميين للحكم. انا شايف ان ده في اليوم السابع جريده النهارده 17 سبتمبر. ايه بيقول ايه بقى؟ انا يعني هو بيقول بيستبعد ان تتعرض السياحه في مصر لاي تاثيرات اذ ما وصل الاسلاميين للحكم فعلا، وبيقول ان السياحه بدات تتعافى من احداث الماضيه، وان الدخل المتوقع لها خلال العام الجاري يصل الى 10 مليارات دولار. طبعا هو تعقيبك بقى انت الاول تضيفي اهو. انا يعني مش متصور ان السياحه ممكن ما تتاثرش بوصول الاسلاميين، لان وصول الاسلاميين للحكم او التيارات الاسلاميه المتشدده او المتطرفه تعني في وقائع تاريخيه كتير وفي حوادث تاريخيه ان هؤلاء ضد الاخر باستمرار، او ضد يعني ضد مسالك كتيره قوي في السياحه الاسلاميين يعتبروا ضدها. طب فاذا كنا هو بيطمن الناس بس والله هو انا متهيألي ان منير فخري عبد النور وزير السياحه قال هذا التصريح عشان يتنشر في الجورنال، لكن غير كده التصريح ده ما ينفعش على الوجه العملي حتى من الناحيه النظريه، لان السياحه الاسلاميين هم يعني مصطلحين عكس بعض. طب بس انا عايز اقول لك حاجه، انا اتصور يعني برضو عشان نبقى فير، انا اتصور ان احنا واحنا داخلين على مرحله جديده من تداول السلطه ومع احترام قواعد الديمقراطيه والياتها، انه لو الشعب المصري انتخب اغلبيات برلمانيه او رئاسيه تنتمي للتيار الاسلامي فده حقه، لكن حق المصريين الان وغدا ولمده المستقبل القريب والبعيد، وانه يبقى اي تيار سياسي بيجي يقعد 4 سنين على مقاعد البرلمان او 5 سنين على مقاعد الرئاسه، عليه واحد انه يحترم تاريخ المصريين ويحترم اثارهم وحضارتهم، 2 عليه انه يحترم استثمارتهم ويعمد الى تنميتها. انا اتمنى وارى او اتمنى بلاش ارى او احلم انه يكون بين تيار الاسلام السياسي بفصائله ودرجاته المختلفه من يدرك فعلا انه السياحه في مصر، قطاع السياحه بحجم العاملين فيه بحجم الاستثمارات قطاع مهم جدا، مش مفروض انه يتاثر بالتركيبه السياسيه اللي تيجي. دي امنياتي، ما اقدرش اصرح زي سعاده الوزير كده، لكن والله انا هو اتمنى بس هو التجارب يا استاذه اميره، التجارب التاريخيه تؤكد ان ما فيش تيار اسلامي وصل للحكم في الشرق الاوسط او في الحكومات العربيه ونزل، والتجارب تؤكد ان وصول التيارات الاسلاميه للحكم لها سمات معينه. ده ما نقدرش نتمنى والله ان تكون الفتره ديمقراطيه بحيث تذهب بالاسلاميين وتاتي بالاسلاميين وفق قوانين، يعني اتمنى. يعني شوف احنا طبعا اولا احنا فقرتنا بتخلص، انا قبل ما هشكرك هقول انه انا مش يعني عندي امل وما زال عندي امل انه اليات الديمقراطيه تاتي بما هو الافضل لمصر. كلنا عندنا وانا لا استبعد ولا اؤمن باقصاء اي فريق سياسي عن اللعبة السياسية، لا طبعا ما فيش لكن في نفس الوقت ارى ان في ثوابت وطنية مصرية على اي حد يحكمنا او يبقى ليه الاغلبية او كذا الا يمس بهذه الثوابت. انا اتمنى المصريين يحكموا نفسهم بالظبط كده. وليد استاذ وليد طوغان، انا بشكرك جدا على الجولة في صحافة الاسبوع، وان شاء الله يكون لنا لقاءات تانية بإذن الله. حضراتكم هنطلع فاصل ونرجع على فقرة مفيدة والمطبخ، وهنشوف اللازانيا بتتعمل ازاي مع ضيفتنا وصديقتنا اللي هتبقى مع مفيدة. نطلع فاصل. فقرة المطبخ، ريهام صديقة لينا من خلال التليفون والفيسبوك، وقالت لي بعت لنا مسج وقالت لنا انا بعرف اعمل لازانيا وعايزة اجي اعلم مفيدة ازاي تعمل اللازانيا. فاهلا بيك يا ريهام، نورتينا. اهلا بيك يا مفيدة، ازيك؟ نورتينا. اهلا بيك يا دكتورة ريهام، وحشتوني يا بنات. وانت كمان المطبخ بتاعك وحشني. واحنا دايما نقول كده، وحشاني يا اميره والله، وحشتوني بجد. صوت اميره يعني كتير بيفوتني كتير لما ما بقعدش اشارك معاكم في هذا الطقس. طب بتعلمي بقى اللازانيا؟ بتعرفي تعملي لازانيا؟ لا يعني كده انا اشوف. طب بتحبيها طيب لازانيا؟ اكيد كل الناس. طب الاول نتكلم عن المقادير. اوكي هنقول المقادير بسرعه كده. يعني محتاجين باكت لازانيا شرايح، نصف كيلو لحمه مفرومه، يفضل ان هي تكون لحمه حمراء ما يبقاش فيها دهون، يعني ممكن كندوز، بصله مفرومه حمراء ناعمه، فص ثوم، ملعقتين صلصه طماطم، ومعلقه زيت زيتون، معلقه خل بلسامي، معلقتين جبنه بارميزان مبشوره. ممكن نستبدلها بايه؟
البارميجان. طب ثانيه اول تقول المقادير عشان مكتوب على الهواء. وبعد كده اساليها بقى الاسئله بتاعتك المهمه دي. ثلاث حبات طماطم مبشوره تكون هي طريه للعصير، ونصف كوب ماء، وورقه ريحان طازج اللي هو البيزل، وورقه لورا، معلقه صغيره زعتر، وملح وفلفل وقرفه وجوزه الطيب، ومعلقتين زيت عباد الشمس، ومعالق 4 معالق دقيق، ولتر لبن كامل الدسم، وكوب موتزاريلا مبشوره، 2 كوب موتزاريلا. تمام، قولي لي بنبتدي ازاي كابتن؟ اوكي. كنت بسالك لو هنستبدل الجبنه الكارميجانا. هي ممكن نستغنى عنها خالص لان احنا عندنا جبنه موتزاريلا، فهي بس خالص. اضافه للنكهه يعني، بس يلا. مش اكتر. انا أوكي. انا اللي بتعلم الطبيخ يا شيخ. هنبتدي دلوقتي هنعمل انا ولا البوتاجاز بتاعي سميتك كابتن. هنبتدي نعمل هنعمل الصوص بتاع اللازانيا دلوقتي. انا اساعدك في اي حاجه انت عايزاها. اوكي. انا ولعت لك النار كده. الزيت بتاعنا زيت زيتون. زيت زيتون. زيت زيتون عشان طبعا اخف وصحي اكتر. اوكي. مش بصي يعني قد ايه انت حاطه؟ حبه صغيرين يعني، معلقه زي ما احنا عارفين المقادير. نعم. عايزه اقول لك حاجه، مش انت دلوقتي عشان تعملي اللازانيا دي هتعملي كذا عمليه ورا بعض، ممكن نفصلهم للجمهور. هتكون هنعمل كذا ثم كذا ثم كذا. هنعمل الصوص الاول بتاعتنا اللي هي اللحمه المفرومه بالصوص الطماطم الاحمر، وبعدين هنعمل بشاميل. هنحط على جنب، نجهز البشاميل عشان البشاميل ما يكلكعش او ما يتخنش يعني، وهنجهز بقى الصينيه بتاعتنا. يبقى احنا دلوقتي الخطوه الاولى اللي مفيده بتتعلمها اننا هنعمل الصوص اللي بيتحط جوه اللازانيا، لحمه مفرومه بالطماطم. الصوص الاحمر؟ جوه اللازانيا. احنا دلوقتي حطينا البصل مبشوره على على معلقه زيت زيتون، هنقلب البصله كده لحد ما لونها يبقى ذهبي، وبعد شويه هنضيف عايزين نضيف الثوم، الفص الثوم. فص الثوم. اوكي. بعدين عندنا الطماطم. طب استني استنى شويه قبل هم بقى يسالوكي ازاي اتعلمتي تطبخي بقى، يعني ازاي حبيتي موضوع الطبيخ؟ يلا يا منى. عايزين نعرف جت ازاي يعني. احنا سالنا ريهام قبل ما ندخل على الهواء، فبتقول ان هي قرت كتاب. كان بصي هو انا يعني طبعا من وانا صغيره يعني كانت دايما مامتي الله يرحمها يعني تقول لي تعالي لازم تتعلمي. مش هي كانت شاطره قوي في الطبيخ، بس انا كنت ايه بساعدها يعني، انا كنت السو شيف او اللي بيساعدها في المطبخ. فانا كان في حاجات كتيره عارفه بتلقطيها بالعين، بالسنس كده، بالسنس. حلو. انا اكتشفت ناس كتيره جدا بتعلم بالعين، ما تخش المطبخ خالص ولا بالسنس. انا عايزه اقول لكل البنات لازم يساعدوا مامتهم يعني، عايزه اقول لهم ان فعلا الحكايه دي فرقت معايا جدا. وبعد كده بقى ابتديت احس ان انا عندي نفس يعني في الطبيخ. وازاي عملتي مشروع بقى عندك نفس؟ ابتديت احس ان بقى عندها نفس. ازاي بقى يا استاذه ريم؟ لان بعمل الاكل فبيتقبلوه الناس ويقولوا ايه ده طعمه حلو بقى لما ادوه الناس، عشان انا مامتي كانت شاطره. فما بحبش اي اكل يعني، اعرف ان طعم الاكل ده مش حلو. وابتدي بقى الناس تسالوكي طب يا انت حاطه ايه في دي؟ يعني عايزه اقول لك كنت عامله عزومه في رمضان مثلا، وناس كبار في السن ومثلا ام الاولاد بعدها بسنه تكلمي ممكن تقولي طريقه اللازانيا. خدي بالك، خدي بالك جامد. بيطبخ اهم حاجه عنده راي اللي بياكل. طبعا. يعني مش انا اعمل اي حاجه واقول هي حلوه، عارفه اللي هي التيست بادز او مش عارفه بالعربي نقول عليها التيست بادز، اللي هي حاسه التذوق ليها شكل مخصوص بتتنمى كمان يعني. بتهيألي الواحد لما هو كبر على طعم معين فبيبقى عارف ان الطعم ده هو الصح والطعم التاني نص نص. عايزه ارجع للنقطه اللي انت اثرتيها بتاعت البنات يخشوا يعني. انا احط اللحمه بس الاول؟ حطي اللحمه. حطينا الثوم، نحط اللحمه كده كده. البصله بالثوم كده تمام صح كده؟ انا ماشي صح؟ ايوه. قلبي بقى كده، بتعمل العصاد الخل البلسمي معاهم عشان يديها النكهه، زي نوع التتبيل للحمه زي مارينيتين كده. هو ده سر كميه قليله للفلفل. انت حطيتي ليه ما تحطي حبه شويه خل الكلام؟ لا عشان ما يمررش، عشان ما يبقاش ده بيمرر لو زودته. انت بتعملي ايه دلوقتي؟ فلفل؟ فلفل مطحون. بنتبل اللحمه اللي هي هنعملها بالعصابه وفي ده عصابه ده فلفل. وبعدين هنحط كل البهارات بتاعتنا اللي هنا. هتحطي بقى كل البهارات. القرفه. اوكي. شويه قرفه كده. ازاي تحولتي بقى يا ريهام من واحده ما بتعرفش تطبخ لكده؟ خلاص كنت بتساليني على المشروع بتاعي اللي هو بعمل كب كيس وكده، ده جه برده تدريجيا عن حبي ان انا بقف في المطبخ. بس ما كنتش بعرف او ما بحبش اعمل حلويات لان انا ما بحبش الحلو. فكان زي نوع من التحدي، وكان دايما عندي كتب برده بتاعت مامتي قديمه فيها ازاي الديكوريشن والشوجر بيست والحاجات بعجينه اللوز، ازاي تعملي ورده، ازاي تعملي. طب احنا عملنا، احنا حطينا دي دلوقتي، انت حطيتي قرفه بس، هنحط حاجه ثانيه هتحطيها معانا شويه بقى بنفس الطريقه بتاعت الشيف محمود اللي هو بيبشر جوزة الطيب بالمبشره الصغيره. وبعدين بعد ما اللون اللحمه بتحاول يبقى شويه رمادي شويه ان احنا ابتدوا لسه لسه شويه نستنى عليها شويه هتسقطي الطماطم ساعتها. بالظبط تمام. ريهام انت قلتي
انك قريتي كتاب بتاع جوليا اند جوليا كان اسمه الكتاب عمل لك تحول ولا ستريب. انا بصي حضرتك انا كنت ستريب لما بقيت عملت الفيلم انا كنت اشتريت كتاب كنت في لندن واشتريت لقيت كتاب بتاع حاجات بتاع كب كيكس فقلت يعني بالنسبه لي مثير ان انا عايزه اعمل حاجه اتعلم اعمل حلويات وشكل الكب كيكس حلو مغري كده فالمهم انا ابتديت فعلا اعمل الكب كيكس جربت اول ريسيبي بتاعت الفانيلا مثلا وبعدين بالصدفه كنت برضو في نفس الوقت بقرا كتاب جوليا اند جوليا ده عن موظفه في نيويورك وزهقانه من شغلها وكنت ارجع بالليل عندها لقيت كتاب قديم لدرجه حتى مبقع من كتر ما مامتها كانت بتستعمله زمان في المطبخ وفضلت كل يوم تقول هجرب وصفه من الوصفات بتاع الكتاب بصي كده طماطم اوكي انا سامعه معاكي حطينا الطماطم اللي هي احنا كنا مش عايزين نحطها كلها بس مش مشكله كنا هنزوق فيها في الاخر حصل حلوه حلوه الحقي تشيلي تشيلي لا لا ثانيه نشيل حته ثانيه خلاص عشان كنا هنزوق بيها في الاخر بنتشيل بقى والحاجات الحلوه في الاخر مش مشكله حصل خير خلاص ايه بقى احط ايه تاني هنقلبها شويه لحد برضو ما الميه بتاعه الطماطم تنزل وبعدين هنحط المعلقتين الصلصه بتوعنا طيب اخد مش كلها لا كل الصلصه برافو يا مفيده فعلا انت من قبل ما تشوفي الفيلم انت اكتشفتي ان انا قريت الكتاب مش مشغوله بتقولي كانت بتكتب مدونه بقى بلوج بتاعها كل يوم والناس بقى يدولها بقى الرياكشن بتاعهم على الوصفه والصعوبات اللي قابلتها وكان جوزها بيساعدها بقى بالليل يقعد يجيب لها حاجات غريبه قوي مطلوبه في الريسبي بوك ده بتاع ذا ارت اوف كوكينج او حاجه كده ده كان بدايه انك قررتي تطبخي طب ممكن لو سمحت ثانيه واحده عشان كان الكب كيكس انا بطبخ من قررتي انا خلاص اعمل حلويات بقى انا خلصت كده جزء لا لسه بيحط ميه بقى شويه ميه واسيبها بقى تغلي لما يعني تغلي شويه هنزود لها الماء اللي احنا حطينا رش الملح خلاص كده انا اغطيها بقى هنعمل بشاميل بقى يا ريهام لان ممكن استعمل ده في المكرونه لوحدها نحط ملح عشان احنا ما حطيناش احطي ملح المكرونه لوحدها ده كده بولونيز هنحط ورق بولونيز قولي هتحطي ايه ورق اللورا وريحان ده كلها في الاخر لما تشرب ميه هنوطي النار عليها بس شويه حاضر عايزين نشتغل على البشاميل نحط كمان شويه زعتر يا سلام على الزعتر والجمال الزعتر والريحان صوص بوليناز بيعمل برضو بيمرر طعم وريحه خاصه جدا بيمرر احسن مطاعم الطلياني تلاقي المكرونه بوليناز دي عايزين نعمل البشاميل يلا خدتي بالك من الزعتر يا مفيده ولسه هنحط كمان ريحان في الاخر انتوا موضوع ده اهم حاجه في البشاميل طبعا ان احنا ما يكلكعش مننا مستني بقى لما بس اطمن ان هي روعه يا مفيده بجد البشاميل صعب من الحاجات الصعبه يعني ايه منى ده سهل جدا خلاص بقى كلنا هنحطينا معلقتين زيت قلب الشمس قلب بتركيش صعب عليا لا خالص حط الدقيق قاهر البحار اشتغلي لما الزيت يسخن شويه طب استني شويه بقى اوكي مستني انت بتعملي إيه بشاميل غير اللازانيا ولا بشاميل خفيف؟ يعني اشمعنى اخترتي لازانيا بالذات عشان تعلميها لي؟ حسيت ان في ناس كتيره بتحبها وحاجه مش دايما بتاكليها دايما في المطعم ما بتاكليهاش في البيت يعني مش هي الحاجه الاساسيه اللي بتتعمل؟ يعني مش الاكل التقليدي يعني محبوبه جدا يعني في ناس يحبوا يعملوا نجريسكو انا كنت متوقعه انك ممكن تيجي تعلميني نجريسكو بس لازانيا فعلا وبعدين حتى انا مفيده ممكن اعلمك نجريسكو ما بتاخدش وقت يعني هي مجرد احنا خلصنا الصوص وهنعمل انا بحب النجريسكو بقى البشاميل ده يقدر يساعدك بقى في وصفات ثانيه اديني يلا اوكي هنحط بقى الدقيق بتاعك هتعلميها فتة شيف محمود بيقول لي هتعلميها الفتة لا انا عايزك تعلميني النجريسكو والله الاثنين ما انت شايفين حب الشيف محمود لشغله قاعد في الكواليس مرابط طبيعي انا اقعد اعمل كده حلو سيبيها شويه لحد ما انت صح كده انا صح بالمعلقه انت بتعملوا ايه يا جماعه حطونا معاكم احنا بنحط الدقيق على المعلقه وريتلي بقلب اهو وبعدين لحد عشان لون الدقيق يبتدي يبقى ذهبي شويه بحيث انه اتطبخ هنشيله بقى احنا بعيده من على النار بعد ما يعني نوصل لمرحله ان هو بقى مطبوخ شويه والله انت بتعمليه على البارد عشان ما يكلكعش اللبن على البارد لا انا بعملها كده عشان ما يكلكعش مننا اوكي انا اقعد بقى كده ما اقدرش ما اقلبش ها بصي لا ما لازم تقلبي شويه هنحطها نشيلها من على النار دلوقتي ريهام في ناس بتدوب الدقيق في اللبن الاول عشان ما يكلكعش لا انا هي دي الطريقه اللي انا بعملها لا في النار احسن انا بحب دي بس اخلي كمان يتحمر قفلت النار احسن خلاص قفلتها ابتدي بقى نحط شويه لبن شويه وبعدين تقلبي بس في اتجاه واحد يعني عارفه عشان الهواء كده صح كده طب يلا عشان ما ابوظلكيش الدنيا لحد ما يتشرب اللبن كده افضل في طعمها يعني نشفت كده ها لا لا صح كده هي تشرب اللبن كله نروح مزودين تاني قومي مزودي سنه وقلبي والله انت صفيتي سنه النار سنه صح؟ وقلبي
بالظبط. طب احنا سالقين اللازانيا طبعا جاهزه. لا هي اللازانيا الموجوده دلوقتي الحمد لله نوعها سهل قوي. هي لا احنا محتاجين نركز عشان اللبن لانها كده هتتخن قوي. لا هي كده صح. هنفضل نحط اللبن. حطي بقى. لا ما انا مش عايزه اتكلكع شويه بشويه. انت بتعملي صح يعني. قولوا لنا هتتعمل ازاي كده عشان هنبص بعد كده. احنا مستنيين اللحمه بتاعتها. طب حط شويه كمان. ممكن نغطي النار شويه على دي. حاضر. عشان تتثبت ما تنشفش. مفيده. اهم حاجه اللازانيا تكون الصوص فيها كتير عشان ما تبقاش ناشفه قوي. اوكي نزود لبن تاني كده بقى. انا بعد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. اللي هو ايه بقى القوام ده؟ اللي هو يعني لزج او تخين شويه بس مش مكلكع. بالظبط. يبقى صوص. طب يعني حطي شويه كمان عشان بحب. ايوه بس احنا ابتدينا نوصل للبرفكت كونسيستنسي او القوام الصح قوي. بالظبط كده اعتقد. لما نوصل كده عشان ما ريحه حاجه بتتحرق. لا ما تقلقيش. ده بس لا هو كان في ريهام ورينا بتتعمل ازاي الطريقه بقى. طيب مفيده. اوكي يلا. اوكي انا كده خلصت. مجهزين بالظبط كده. احنا كده مخلصين. هنبتدي بقى ايه اللحمه بتاعتنا لما نكون خلاص خلصت. هنرص في النار. انت بتحطي اللحمه في قعر ال عشان تتفايركس على طول. بالظبط. وانا بسخن لك بتبقى احلى وما فيش حاجه بتلزق في الجزر بتاعنا. كنا مجهزين صينيه بايركس. عشان نحط عليه زيت او حاجه ولا كده؟ لا ما هي اوريدي اللحمه فيها زيت. اوكي فمش هتلزق يعني. بص يا مفيده. اوكي هنحط كده شويه. انت قلتي حاجه مهمه قوي. مش كل اللازانيا اللي ما بتتسلقش دي النوع ده بيبقى جاهز. هي اوريدي مجففه فمش محتاجه انها تتحط في الميه. هنرصها بالشكل ده بسرعه كده. يس ما هي طبعا لما هتخش الفرن واللحمه المفرومه سخنه والبشاميل سخن بتخش الفرن ده بيطلع بيقدر يسوي اللازانيا. بس انا كنت بسخنه لك. اوكي ميرسي. يلا هنحط يعني برضه رق لحمه مفرومه رق لازانيا رق بشاميل. طبعا احنا بشاميل حطينا عليه ملح وفلفل وجوز الطيب في مرحله الغليان يعني. اوكي. هنحط كده نغطي. اكيد شيف محمود اللي قالك على جوزة الطيب دي لانه بيحبها قوي. لا لا والله انا انا اطبخ بيها كتير قوي. جميله جدا. جنبي كده عشان ايه. وبعد كده هنحط لا لسه الجبنه الموتزاريلا. الجبنه الموتزاريلا نرشها كده نغطي ونروح حاطين لحمه تاني. ونبتدي رق جديد مش كده بنفس الطريقه بالمنظر ده كده. سهله جدا. وانس ان الخطوات الاولانيه وبتدي وممكن كده مش شايفه مفيده. وسعي كده عشان نعرف نشوف. وكمان احلى حاجه ان احنا ناكل معاها سلطه زبادي بترطب بتبقى شكل يعني طعمها. سلطه الزبادي بترطب على القلب عموما. تحطش عليها توم ولا من غير؟ على سلطه الزبادي ممكن كده ممكن كده. نعناع. بحط نعناع وممكن خيار. زيت زيتون. خيار زيت زيتون. بالظبط. نعمل تاني شويه بشاميل تاني. اوكي حطي بقى يا مفيده انت حطي البشاميل. بالظبط صح كده. وعندنا كمان جبنه وش بس بارميزان مبشوره ممكن نحطها في النص ممكن على الوش كده. بالظبط. انت زوجه يا ريهام ولا لسه؟ لا لسه يعني ما جربتيش في جوزك الاكل؟ لا عندي اخويا بقى هو خلاص هو بقى بتعملي له اكل. اخوه هيضحي عشان اخته هتعلم فيه. نحط بقى لاخر نحط اللحمه. بس واضح انك شاطره طبعا. احنا بنهزر يعني شكلك هايله. ميرسي ربنا. قفلت النار على كل حاجه. وكمان ريهام الكب كيكس المشروع ده عامله اكونت على فيسبوك. عندي بيج اسمها اتيلي كب كيك. هي جروب على فيسبوك وفيها بقى كل الصور والحاجات. يلا عملنا لك اعلان اهو يا عم. منى هي هتدفعهو لك. لا طبعا منى هتدفعهو لك. شكلها كده يعني منى هتدفع لك الاعلان دلوقتي. بصي نبدأ نانيه على الشكل النهائي. بعد دخلها الفرن هنحطها على درجة حرارة الوقت نار لمدة نص ساعة واخر خمس دقايق نحطها على الشواية. وها هو جزر. برافو. ثواني بس احنا كنا عايزين نقدمها كمان. يلا براحة ما تقلقيش خالص براحة. حطيتي الطماطم للتقديم اللي هي فوق. لا فوق معاها شوية زعتر. وريني بقى كده. برافو. بتقدميها ازاي بقى؟ تسرفيسي جنبيها ايه؟ ممكن نحط معاها ورقة ريحان مثلا. اوكي طيب اديهم بقى وسلطه الزبادي وممكن بقى وانا اكمل ده. مش ده اخر لاير؟ اخر لاير بقى. ده اخر لاير ما تحطيش عليه. لا هو ممكن يبقى لاير كمان بس اخر لاير ما بحطش لحمه مفروم. نحط بشاميل بس وموتزاريلا. احنا بنشكرك بس ده مش اخر لاير. ده مش اخر لاير يا مفيده. شكلها روعه. اكله روعه وتسلم ايدك بجد. تسلم ايدك. برافو. وبنشكر ريهام وكل صديقاتنا اللي بيجوا يطبخوا معانا ويعلموا مفيده. شكرا يا مفيده وتسلم ايدك. وبنشكركم على وعد بحلقه جديده بكره ان شاء الله ويوم جديد. اشوفكم على خير. باي باي. باي باي.